مين لسه في برا يا هلا؟ كنت اختك سمر استاذ. صار لها زمان ناطره؟ يعني شي ساعه. لا حول ولا قوه الا بالله، بنت اختي صار لها نص ساعه ناطرتني وما قدرت اشوفها، شو هالنهارات؟ المهم في مراجعين او زوار غيرها؟ لا ما في حدا. لكان الله يرضى عليك يا هلا، خليها تفوت، من هون لاخر الدوام مين ما اجى انا مو هون. حاضر استاذ. لاني رح اقعد مع بنت اختي شي نص ساعه زمان، بعدين اهرب من الباب اللي وراني، ما بدي حدا يشوفني. تعبت كثير اليوم. حاضر. لا تنسي تبعتي لنا قهوة. على عيني استاذ فارس. مرحبا خالو. اهلا سموره. اهلين خالو. اهلين اهلين، تفضلي عيدي. طمنيني كيفك؟ ماشي الحال. هي نطرني ساعة على الباب؟ معلش خالو لا تزعلي، من اهل البيت انتي. على كل حال انا قصدي نطرتك مشان افضالك، واقعد اشرب انا وياكي قهوة على رواق. ها وهي القهوة اجت. تفضلي خالو. يسلموا هالايدين. يسلموا. شو؟ شايفتك مشغول كثير. خليها لالله يا سمر. تاري المسؤولية مو هين بنوب، كلها دوشة ووجع راس. صحيح، بس أنت قدها وقدود خالو. أنا قدها أنت تانية، راسي رح ينفجر من كتر الزوار والمراجعين. بتعرفي باليوم الواحد كم واسطة بتجيني؟ كم واسطة يعني؟ يا ستي أكثر من 15 واسطة، وكلهم من فوق الأساطير، ومو بوزارتي، بغير وزارات، يعني بدي أربح 100 جميلة لأقدر مشيها. بسيطة خالو، الناس بتوثق فيك كثير، ولولا محبتهم إلك ما كانوا قصدوك. يا ستي الله يكثر المحبين، بس أنا محبين فكري، المحبين اللي بيحبوني لشخصي مو لمركزي. خلاصة طمنيني هلا، كيفك؟ كيف التدريس معك؟ والله تعبانة يا خالو. لا ليش؟ الحقيقة خالو أنا قاصدتك بخدمة بخصوص وظيفتي، بس ما بعرف إذا فيها إحراج إلك. ولو يا سمر يا خالو، إذا أنت ما خدمتك مين بدي أخدم لكان؟ أحكي أحكي خالو أحكي، لا تستحي مني. خالو أنت بتعرف إنه أنا تعينت مدرسة بمساكن برزة، ونحن ساكنين بمشروع دمار، يعني كل يوم بدي أدفع شي 40 50 ليرة أجور مواصلات، هذا غير الوقت اللي بضيع على الطريق. فعلا الله يعينك، مو قليلة هالشغلة. ولما قدمت طلب خالو للتربية لحتى أنتقل على مدرسة النحلات الصغار بمشروع دمار، قالوا لي ما في شغل، بس هلا سمعت إنه صار في شغل. بعد في مجال تحاكي لي حدا بالتربية لينقلني بسرعة بتكون فضلت علي. يا ستي تكرم عينك واعتبري موضوعك منتهي. بس اليوم خلص الدوام، ما حلاقي حدا. على كل حال خالو، اكتبي لي كل المعلومات على ورقة، وبكره إن شاء الله اعتبري موضوعك منتهي. كاتبتهم خالو. تفضل. هذا اتصل فيي وانا بالاجتماع. اتصلت الانسه سمر مشان ذكرك بموضوع. منيح اللي اتصلت، والله موضوع غايب عن بالي. في حدا عم ينتظر برا؟ نعم استاذ في كثير. ما بتدخلي حدا لحتى انا اخبرك. حاضر. الو. مرحبا ابو طارق. اهلا. عاش من سمع صوتك استاذ فارس. شو القصه؟ حيكون مقاطعنا. يا سيدي إذا هيك من عندي أنا براءة، خلص معزول. ماشي ماشي، شو بدي أقول لك؟ ولأي مدرسة بدها تنتقل؟ ها، وبأي مدرسة هي موجودة هلا؟ يا سيدي على عيني، هلا بشوف الموضوع. بتعرف أستاذ فارس، لو إنك ما اتصل فيني كنت أنا ناوي اتصل فيك اليوم. لا، إلي عندك شغلة صغيرة. أنت بتأمر أمر يا أبو طارق، بس إلي عند مين شغلتك؟ يا سيدي عند المهندس مناف مدير مؤسسة السكن الوطني. بس والله ما بعرفه منيح أنا. ولو أستاذ فارس، هذا مهندس مثلك مثله، زميله يعني، وأكيد ما رح يخيبك. يا سيدي هذا ابن عمي مسجل على بيت بمشروع الصحراء بالجزيرة الرابعة، ولهلأ ما خلصوا له تمديد الصحية، قال شو إنه ما في مواد بالمستودعات. طيب وشو المطلوب مني؟
هلا انا سمعت قبل فتره انه المواد خلص صارت بالمستودعات والشغله كلها بدها تحريك صغيره من عند المهندس مناف. ماشي الحال، مكتوب عندك لنقلك. دقيقه. ايوه. طيب طيب. على عيني. مع السلامه. انسي هلا. طلبي لي المهندس مناف من مؤسسة السكن الوطني. حاضر. أيوة نعم المهندس مناف عم يحكي. أهلا أستاذ فارس. يا مرحبا. لا ولو وهل يخفى القمر؟ الله يخليك. طمني استاذ، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. يا ميت هلا. ايه قل لي ولو، انت بتأمر امر؟ ايه وصلت المواد تقريبا من شي اسبوع وحطيناها بالمستودع. لا 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 لسه ما وزعنا شي ابدا. بتعرف انت في بعض الاجراءات لازم تساويها. مو قبل شهرين. ايوه. ايه ولو؟ اذا كان هذا الشخص بيعز عليك كثير ولو بنتوصف فيه. على راسي. بس شو قلت لي رقم الجزيرة؟ يا سيدي خلص الجمعة الجاية حنزل الورشات كلها. على راسي. دخيل عينك استاذ فارس، بدي منك شغلة بس. الله يخليك. ابن اختي غياس عم يعمل رخصة استيراد، بقى شغلته واقفة على نكشة. ايه بمؤسسة المشاريع الإنمائية. طيب وشو دخلني أنا بهالمؤسسة؟ ولو شو نسيت ان المدير العام تبعها ابو طراف من بلدكم؟ من بلدنا؟ شو جاب بلدنا لبلد ابو طراف؟ انا من وادي العسل وهو من وادي البصل، يعني في جبل كامل بيننا وبينه. ايه دخيلك هلا وقفت على هالجبل؟ اخي انتو كلكم نعتبركم منطقة واحدة. طيب طيب. انا رح احاول احكي معه، بس ما بوعدك ها. يا سيدي انت ابوها. وإذا نويت تحط إيدك بالموضوع بتنهيه بمكالمة واحدة. ماشي، أنا عم أستنى منك جواب. الله معك، مع السلامة. ألو، كيفك أبو طراف؟ أهلين، مين عم يحكي؟ يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا استاذ فارس. طمني كيف احوالك؟ والله مشتاق لك، شو اخبارك؟ الحقيقه انا كنت متوقع زيارتك من زمان. صدقني من يومين كان بدي اتصل فيك، بس عدم المؤاخذه رقمك الخاص ضايع مني. لا 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 لا، بس في لي شغله عندك صغيره كثير. هذا يا سيدي بنتي راما، انت بتعرفها لراما ما هيك؟ ايوه ايوه عم تدرس حقوق والسنه بدها تتخرج. بس النهفة انه راما معلقة على مادة واحدة بس. الله وكيلك صارت مقدمتها 3 دورات وما كانت دكتورة تنجحها. طيب شو اسم الدكتورة؟ اسمها الدكتورة ليلى السعودي، أكيد أنت بتعرفها منيح. ليلى السعودي؟ عمري ما سمعت باسمها. طبعا طبعا متأكد. شلون؟ تجتمع معي بجمعية السنابل السكنية؟ صدقني مو كثير أخذت بالي منها. طيب طيب على كل حال نحن بعد يومين عنا اجتماع بالجمعية وراح أحاول أتحركش لك فيها. اي طيب طيب نقلني المعلومات لك إذا بتريد. اي على راسي. اكتب عندك رقم المركز 4. وعلى فكرة هي معلمة الورقة منيح. اي اي راسمة نجمة بالصفحة الثانية على اليمين، دغري دغري بتتعرف عليها. يا سيدي بارك الله فيك، يعني اعتبرها مثل بنتك. بس يعني بدي منك شغلة صغيرة. ايه ايه تفضل. رخصة استيراد باسم مين؟ لحظة 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 لسجل عندي اذا سمحت. ايوه ايوه حاضر، مع السلامة. مرحبا خالو. اهلين خالو، تفضل. شو وين امي؟ ماما بالمطبخ هلا تجي. طمني خالو،
ان شاء الله مش الحال. والله يا خالو ما مش الحال. اوف كيف لحتى؟ شو كيف؟ اتاري الشغله صعبه كثير. يعني مشان انقلك لمشروع دمار، اسمعي لائحه الطلبات اللي انطلبت مني. بدي دبر مواد صحيه لبيت ابن عمه لمدير التعليم، وبدي طالع رخصه استيراد لابن خاله لمدير السكن الوطني، وبدي نجح بنت مدير مؤسسه المشاريع الانمائيه بالحقوق، وبدي دبر بعثه داخليه لابن مدير المؤسسات المتحده، وبدي طالع رخصه صيد لرئيس جمعيه الرفق بالحيوان، ورخصه كشك لابن عم جيران مدير الشؤون، ورخصه غاز لقرايب مدير الطاقه، ورخصه مطعم لقرايب مدير التمويل. هذا غير الالتماسات والاستثناءات والتوصيات. ايه وشو المعنى خالو؟ خدي مني كل شهر 1500 ورقة وخليكي بمساكن برزة. تفضل. اي والله هي سمو هالديات. ايه جيب لك حليب مع الشاي؟ لا قطعك بتفور كافية. طيب شو وينه شادي؟ عم يفرش اسنانه. طول بالسهرة؟ شو القصة؟ ما في بالعادة يتأخر بسهرة لهالوقت. يا سيدي صار له ساعة حايس، بده يحكي معك بس ما له مسترجي. خير؟ شو بو؟ ما بعرف، بس مبين إنه في بتمه حكي ما عم يقول لي إياه. بخصوص شو؟ ما بعرف. يعني متضايق من شيء؟ مثلا حدا زعجه بالمدرسة؟ لا لا ما بتصور، لأنه لو كان حدا زعجه بالمدرسة كان حكى من النهار، وشادي مثل ما بتعرف، ما بيخبي عني شيء. طيب بسيطة هلا بسأله. هو بيني وبينك يمكن أنا عرفت طرف الموضوع. شو هو؟ قال يا سيدي بده غرفة ينام فيها لحاله لأنه عم يتضايق من بكى أخوه الصغير طول الليل. تصبح على خير. تعال لك بابا تعال. عاوزك شوي. نعم بابا. بدي أحكي معك كم كلمة. تفضل عندي شوي. إيه شادي؟ أنت بدك تقلي شيء قبل ما تنام؟ عندك وقت تسمعني ولا بدك تقرأ كتابك؟ لا ولا يهمك، عندي وقت، احكي اللي بدك يا عم بسمعك. بابا، أنا كبير ولا صغير؟ آه شوف، إذا بدك تحلق دقنك مثلي فلساتك صغير، وإذا بدك ترضع حليب بالبيبروني فأنت كبير. ليش هيك عم تحكي معه مأمون؟ خجلته لشادي. طب ما بدي أعرف شو بيقصد بالصغير والكبير؟ على كل حال، هات لشوف يا شادي، شو طلبك أنت بابا؟ بصراحة بابا أنا عم بتضايق بالنوم يا أحفادي. ليش بقى؟ أنت عم تنام بتخت وهو بتخت، شو يلي مضايقك؟ صحيح بس فادي بيبكي كتير فيقني بالليل. صحيح الحق معك، بظاهر نومه خفيف أنت. طيب غير البكي تبع فادي في شي مضايقك كمان؟ إيه. شو هو؟ خاف تزعل ماما. لا تقبرني أحكي ما بزعل. حلفي بالله. بدون حلفان، أحكي حبيبي ما بزعل. ليش الشغلة متعلقة بأمك؟ مو متعلقة بأمي، متعلقة بماكينة الخياطة تبعها. خير، شبه ماكينة خياطتي؟ صوت قوي كتير، وانتي ما بيحلالي تخيطي عليها لما بكون نايم. الحق معه يا بارعة، الحق معه، يعني واحد نايم وعم يدوي فوق راسه موتور مكنة خياطة، فعلا شغلة مزعجة. بقى الله يرضى عليكي، هي عم فهمك ها، بتنقلي ماكينة خياطتك بكرة لغير أوضة، فهماني شو عم قلك؟ هذا شادي عزيز علي كتير وما بيهون علي أبدا ينزعج. أما بالنسبة لفادي فاعملي جهدك ما يبكي أبدا. منيح؟ عجبك هيك بابا؟ شو بابا؟ شايفك كأنك مارك مبسوط بهالحل. قول ماما إذا في شي بدك تقوله قول، لا تستحي. بابا كل رفقاتي اللي بعمري عندهم أوضة لحالهم إلا أنا. ها ها هلأ فهمت عليك، يعني بدك أوضة لحالك. ليش لا؟ ما صرت كبير أنا. بلا بابا أنت كبير. بعدين الأوضة اللي عنام فيها كلها أغراض وفيها خزاين وطاولات واللفاية، لما بدك تنام عنا بتنام عندي فيها. يا ماما ما فتحت لي الموضوع هداك اليوم واقتنعت؟ إيه صحيح بس ما عم برتاح. تكرم عينك، هلأ أنت قوم نام بابا وإن شاء الله ما بصير إلك الخير. قوم نام بابا قوم. بس مو تضحكوا علي. لا حبيبي لا تخاف، طالما أبوك وعدك أكيد رح يوفي بوعده. طيب بدي أسألك يا شادي، منين بدنا ندبر أوضة تنام فيها؟ يعني بتعرف أنت بيتنا صغير وما في أوض زيادة. نام بالأوضة اللي فوق. إيه بس هالأوضة فيها كراكيب كتيرة. إيه بسيطة، شو هالشغلة؟ بيعوا الكراكيب. تكرم عينك، قوم حبيبي قوم هلأ نام بتختك وبكرة منلاقي لك حل. تصبح على خير. وأنت من أهله بابا؟
اجي غطيك حبيبي؟ لا لا بتغطى لحالي. شايف ما اخبسه؟ صار له شهرين عم يزن باذني حتى افتح الموضوع قدامه. بس والله لساته صغير، شلون بدي احطه بالاوضه لحاله فوق؟ يا سيدي ما فيها خساره منجرب. طيب والكراكيب وين بدي اروح فيها؟ ولا يهمك، برفعها على سقيفه، وإلك علي افرش له اياها وساوي له اياها احلى اوضه. والله بيضحك هالشاري، يعني بده يعمل حاله رجال بهالزور. بر قلبي معك. مثل ما عم اقول لك يا وداد، ابوه ما عم يرضى. ليش لحتى ما يرضى؟ يعني اذا الولد حابب ينفصل بغرفه لحاله، انتوا ليش لحتى تعاندوا؟ ما بعرف، ابوه له راي ثاني. حاجه بقى، بلا راي ثاني بلا ثالث. اذا انفصل الولد بغرفه لحاله بصير يعتمد على نفسه وبتقوى شخصيته وبيشعر باهميته. صدقيني يا بارعه، ابني لؤي من وقت ما ولد لحتى صار عمره هالعمر عايش بغرفته اللي خصصنا له اياها. وقديش صار عمره هلا؟ فات بال21. لا انت شوفي غرفته ما احلاها، الله وكيلك من وقت ما كان قد ابنك شادي كان يضب تخته لحاله ويمسح الغبره ويليف البلور وما حدا علمه. هيك هو لحاله بيحب النظافه والترتيب وبجن جنانه اذا حدا فات لاوضته ولعب له بغراضه. بجوز انتو فصلتوه عن البنات لانه عندك بنتين صبايا الله يسلم لك اياهم. ليك والتانية على هالحكي، يعني معقولة نفصله عن البنات وهو لساته باللفلوفة؟ بعدين تعي زورينا انتي مرة وفوتي لأوضته. اي والله والله روايح النظافة ومعطر الجو اللي بيرشه بالأوضة بتفتح النفس، وأبوه ذات نفسه ما بيحلاله نومت بعد الظهر إلا بغرفة لؤي. ما بعرف يا وداد، كل واحد إله رأي وإله عقل. ولك ماما ليش انت عنيد؟ ما بعرف. مالي عنيد، بس ليش عم تضحك علي؟ هلا نحن عم نضحك عليك؟ طبعا، لانه كل يوم تقولوا لي اننا نخصص لغرفه لحالك، ما كنتوا تنفوا بعضكم. شادي حساب انت فهيم، شو صار لك؟ عود ماما عود. ماما حبيبي انت لساتك صغير، صغير كثير. ايه ابوك يلي هو ابوك عاش وتجوز وما حلم، مجرد حلم انه يكون له غرفه لحاله، حتى لما تجوز انا عم نام معه بنفس الاوضه. ولي وليش عم تضايقي؟ هلا انا اللي عم ضايقه؟ طيب ماشي الحال، يلا قوم نام هلا، قوم حبيبي، تصبح على خير. تصبحي على خير. مساء الخير بابا. مساء الخيرات. شو رايح تنام؟ طيب معلش. مساء الخير. مساء الخير. قبل ما ينام بدي ورجيه على شغله مهمه كثير، تسمح لي؟ هات ايدك لشوف، تعال حقني لشوف. ايش هادي؟ غمض عيونك هلا. فتح عيونك. وين هالغرفة بابا؟ اكيد مو الي. عجبتك الغرفة شادي؟ يا الله ما احلاها. ما انا مصدق عيوني. هي من اليوم ورايح غرفتك المستقلة. شو رأيك بابا؟ صحيح بابا؟ شو رأيك بهالتخت شادي؟ ايه حلو كتير كتير كتير. يا ترى هذا ذوقك ولا ذوق بابا؟ لا هذا ذوق بابا، بس انا اشتريت لك كل هالالعاب. يا الله ما احلى هالسعدان، منظره بضحك. شوف بابا مو حلو؟ فعلا حلو كتير كتير. وشوف بابا، شوف هالخزانة، هي حطينا لك كل اواعيك وكراكيبك فيها. هالفطبول الي كمان بابا؟ كل شي بهالأوضة إلك. يلا حبيبي روح بوس إيد بابا وقول له الله يخلي لنا إياك. شكرا بابا، شكرا الله يخلي لنا إياك. تسلم يا حبيب قلبي، تسلم يا شادي. أنت بتستاهل. ليش بيستاهل شادي؟ لأنه أولا مجتهد وحباب وبيسمع كلمة أمه، ولهالسبب ما في شي بيغلى عليك. أمتى بدي نام بأوضتي؟ هلا اعتبارا من هالليلة. شو رأيك؟ ايه ما عندي مانع، موافق. طيب نحن هلا رح نقول لك تصبح على خير. متعشي انت؟ ايه متعشي وعين الله حوله، وقبل ما تجي انت بشوي كان فايت ينام. عظيم، لكن هلا اتسطح حتى اقول لك تصبح على خير، وبكره بتقول لي انطباعك عن نومتك بهالاوضه، ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي. تصبح على خير حبيبي. تصبح على خير. انتم من اهله. تصبح على خير، باي.
يحضر قلبي، يعني كأنه ملك العالم بهالأوضة. فعلا، وأكيد بكرة رح ينشر الخبر بين رفقاته كلياتهم. تعرف بس بلشت استوحش له من هلا، مالي متعودة إنه ينام بعيد عني. طيب مو هيك بده؟ نحن لبينا طلبه. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سو سو، شاف القطة قال لها بس بس قالت لو نو نو. صباح الخير. صباح الخيرات. اشرب قهوة؟ ايه ما في مانع. على يعني عيني وراسي، بس لروح اطمن على شادي بالاول. صباح الخير. صباح الخيرات. اللي تقبرني، ان شاء الله انبسطت من نومي بأوضتك. ايه ماما انبسطت كثير. حدا زعجك؟ حدا بكي بالليل؟ لا. عظيم جدا، ألف مبروك عليك، هات وزير شوف. روح حبيبي هلا، غسل وشك على بين ماما ما تجهز لنا الفطور، إيه؟ إيه من عيوني التنتين، تعال حبيبي. يلا يلا ماما. We'll be right back.
صباح الخيرات شادي. صباح الخير. ايه اللي يا شادي، ان شاء الله ارتحت بالنومة؟ ايه بابا ارتحت كتير. عظيم جدا. ها صباح الخير حبيبي. صباح الخير. شو مبين اليوم فايق بكير؟ ايه ماما بدي اتفرج على الافلام كرتون بالام بي سي. قوم حبيبي غسل وشك وفرش اسنانك تعال. تفضل بابا اطلع لشوف. ايوه اطلع يا عريس. يلا عم تبرد شي بالليل؟ لا بابا ما في برد. عظيم جدا. بابا انا عندي سؤال بدي اسالك اياه، بس بدي منك تجاوبني بصراحه، بتوعدني؟ ايه بابا بوعدك. ليش ما عم تنام باوضتك؟ جاوبني بابا، انت دائما بتحكي صدق. كنت امبارح عم بتفرج على التلفزيون بالصالون قمت نمت. ما اقتنعت، بالظاهر عم تخاف لحالك مو هيك؟ لا بابا ما بخاف. بابا شي طبيعي الانسان يخاف، انا مثلا كنت خاف وانا صغير. انت كنت تخاف؟ ايه. من شو؟ يعني مثلا جدي كان دائما يحكي لي حكايات عن الفضاء والكواكب والغابات والحيوانات والأعاصير والبرق والرعد. بس ما في شيء بخوف بالحكايات. صحيح، بس أنا كنت خاف من جدي لأنه مركب طقم أسنانه وبيحكي هيك قامة مقامة قديمة الزمان. بقى بابا مثل ما لك شايف ما في شيء بيخلي الإنسان يخاف، خاصة إذا فكر الإنسان بالأشياء الحلوة. بإيش بدي فكر يعني؟ فكر مثلاً إنك رايح رحلة مع رفقاتك وعم تلعبوا بالبستان، والبستان كله حشيش وعشب أخضر، وإنتوا عم تركضوا وتقلبوا تقالات أو عم تلعبوا طميمة وتتخبوا ورا الشجر. طيب أحيانا بيجي لنا ما بنام مع أنه بكون نعسان. بجوز يصير معك هالشي وتقلق، ولما بتحس حالك قلقان غمض عيونك وتخيل حالك راعي خواريف بيض وعم تعدن لهالخواريف البيض الكتيرة، وشوي شوي بتلاقي حالك نمت. طيب بابا بدي اسألك، الفراشة بتخوف؟ بالعكس، الفراشات كتير حلوين. الفراشة مخلوقة كتير لطيفة بابا. والجرادة؟ ما بتخوف، بجوز تنقز بس ما بتخوف. على كل حال بابا نام هلأ وأنا هالليلة رح نام عندك. صحيح بابا؟ ولو، كم شادي عندي أنا. يلا تصبح على خير بابا. أنت من أهله. أسألي بدي نام جنبك، اسمح لي؟ يا الله يا سلام على هالتخت شو مريح. كان يا مكان يا قديم يا زمان، كان في دب أبيض. شفتني؟ شو يا حباب؟ شو القصة؟ ايه حكي؟ طبعا لا، ليش صافي بتتم المدخل؟ اخي انا لا دخلني ولا خرجني، جارك ابو ياسين قال لي صفها هون ام صفيتها. اهلين اهلين سيد نبيل. لا تاخذنا جار من شان الله، اضطريت وقف السيارة بالمدخل لسهولة حملالهم، طلعت لفوق على البيت. ليش خير شو في؟ ليش كترت هالبحث والرمل؟ ليش جايبهم لهون؟ شو بدك تساوي يعني؟ يا سيدي اختك ام ياسين الله يرزقنا ويرزقك
يعني إجاه شوية مصاري ورثة من أهله، فإن لحن عواد ما تضيع المصاري هون وهون، فقررنا ننفض المنافع، يعني مثل ما بيقولوا المطبخ والحمام والتواليت. الله وكيلك صاروا بيقرفوا. إيه شو عليه؟ لازم بالهنا إن شاء الله. هو قديش بتاخد معكم وقت هالقصة؟ يعني شهر شهرين، هذا إذا الله يسر والورشات صدقت معي، وإذا لقينا البضاعة بالسوق كمان. إيه الله يوفق يا رب. في المنى من الفنانين والفنانين مش لحية رفوف من إيدك أحسن للمطربين بإيدي تقبرني إنه أنا ببرد بكوانين. إنت شو جابنا لكوانين؟ نحن بتموز يعني بعز الصيف. يو شو هالحكي؟ يعني ما فات الشتاء لسا؟ طيب بس يجي الشتاء الليلي لأنه بنسى أنا. حاضر تيتا تكرمي. طب اطفيلي هالصوبيا. مطفية تيتا مطفية. إلا كان ليش شوبت واحترقت وزخني العرق؟ طيب اشلحي الكفوف لحتى تستحمي تاكلي. ايه تيتي على عيني. بكرة بس ينزل التلج بدي ألبسهم لأنه السنة ما ألبستهم لسه. يا ناهد ويني؟ يلا خلصت تفضلوا. يا الله الله يعطيك العافية يا كنتي. والله ما بعتبرك إلا مثل ستي. ليش كل هالقد شايفة ماما كبيرة؟ لا تقبريني لأنه أنا بحبها مثل ستي الله يرحمها. تيتا ستك ماما تيتا لساتها طيبة. يو شوفي الملعونة ما بدها تموت قبلي. يلا أمي اسكبي اسكبي هلا. يلا بسم الله. يا لطيف يا لطيف طلطل شو هجموا؟ مينو هدول اللي هجموا أمي؟ لكن شو هذا؟ هذا جارنا عم ينفض بيته وعم يصلح المنافع. عم يضربوا مدافع؟ ليش ينفض بيته؟ على علمي بيته جديد. شو بعرفني؟ هو بحب التغيير. يا ترى بده يطول بهالنقطة؟ قال بده شهرين على الأقل لأنه عامل له حفلة مرتبة. بابا والله كثير، يعني يا ريت يخصوا قبل ما يبدأ فحصي بالجامعة. ليش إمتى رح يبدأ فحصك أنت؟ بعد شهر ونص. لا تاكلي هم بابا، إن شاء الله بيخلصوا قبل هالوقت. تفضلوا تفضلوا، كبي ناهي. يعطيك العافية جار. أهلين جار تفضل. لا شكرا زيارك عمرة. خير جار الأمور. ما يؤمر عليك ظالم، بس أنت سيد العارفين أبو ياسين، الناس بعد الغداء بتنام شوي وبتستريح ولا أنا غلطان؟ والله معك كل الحق جار، يعني وقت القيلولة مهم كتير، بس بدك تحملني شي نص ساعة، حاكم عم بخلع بلاط المطبخ، بيان كم بلاطة مو محرزة أتركهم لبكرة، وينك؟ تفضل، تفضل اشرب لك فنجان قهوة من الترمس. لا شكرا، يعطيك العافية، خاطرك. مع السلامة، لا تواخذنا جار نص ساعة دخيل عيونك. ولا يهمك، خذ راحتك. الله معك. لك ماما قومي ادرسي جوا، انا بدرس قدام التلفزيون. ماما انا ما عم ادرس، عم برد ملخصات. التلفزيون ما عم يزعجني، بس اللي عم يزعجني هو الخبط والهبط اللي نقل راسنا. علمينا يا شوي التلفزيون. ها 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 وي عليته، ليش عم نسمع شيء؟ شو هما يقولوا؟ شو بيعرفني ليش انا فهمانة شيء؟ رشا قدومينا تأتي من اختيارها مما هو أكثر صحة وإن كان ذلك صعبا. شو نبيل شايفتك لابس من هلا؟ والله يا ناهد ما قدرت نام ولا دعيها. وبعدين معه اطلع حاكيهم قل لهم إنه في ناس بدها ترتاح. ألا بدي أطيع على طلعة ونزلة؟ يعني إذا الواحد ما في ذوق من إمتى بتخلقي له ذوق؟ وأنت وين رايح هلا؟ وين بدي أروح يعني عن مكتب؟ خاطركم يا جماعة مستعجل. الله معك. تيتي جارتنا أبو ياسين شو صار؟ ما خلص شغل بهالبيت تقبريني؟ لا ما خلص، الحمام والمطبخ بدهم شهر لحتى يخلصوا. يو
شلون بدهم يطبخوا ويغسلوا ولا يروحوا بحالهم؟ أنا من يوم رايح ما عاد زورهم، لكن زركت تقبريني شو بعمل بحالي؟ ألو نعم. ألو دخيلك يا أمين الحانة رح نغرق بالماي. خير شوفي غليتي لي قلبي. ما بعرف يمكن شي بوري ضايع عند الجيران وعم يدلف علينا. بقى تعب بسرعة الله يخليك رح يغرق البيت. يه شو هذا؟ شو عم ينزل المطر؟ ليش ما قلتي لي إنه إجت الشتاء وبلشت تدلف وليه؟ سيدي هذا مو مطار، هذا من عند الجيران. لكن ليش هيك عم يغرقونا بالمي؟ في عندهم بوري طائق، ما بتعرفي طابق؟ هو علينا انت الثانية. الله وكيلك يا جار، الحق مو علي، الحق على ابو درغام. لك هذا ما بيرضى يشتغل الا بالمهد الكبير. مع العلم قلت له في بالك هون في بوري مي، ها هلا بينكسر. ما صدقني على طاخ وطيح، حتى انكسر البوري شو بدنا نساوي؟ امر وحفال. ما اختلفنا يا اخي، بس كنتوا قطعوا المي حتى ما تزرزق علينا. ولا يهمك جار، المي اللي عم تزرب لعندك هي مية خزان، والخزان قرب يفضى، يعني اطمن لا يكون لك فكره. شو الحكي؟ طمنتني والله، كتر خيرك. شوف اخي كبير، اي غرض بيتعطل عندك انا مستعد ادفع لك حقه. ها ولا يهمك، مالي مستعد تزعل مني ولا شوي. انبسطت اخي نبيل. ماشي حال سيدي، السلام عليكم. الله معك، مع السلامه يا اخي نبيل، مع السلامه. شو عم تشتغلي كاكو؟ عم ساوي قلشي نرجلي، بخاف يهجم البرد على غفلي، لانه لما بيهاجم البرد الانسان بتقفي من رجليه. لا تخافي بكير على الشتاء. بس يجي قليلي وتخليني بخبر كان. يو شو هاد؟ هجموا؟ لا تخافي امي لا تخافي، هدول الجيران عم يقصوا رخام. عم يمصوا رخام؟ لا امي لا، هدول العمال عم ينشروا رخام بالصواريخ. نشروا الصواريخ؟ لا تيتي، بابا عم يقول لك انه عم ينشروا الرخام بالصاروخ. وين زتوا للصاروخ؟ الله يهدن الهي. لا حول ولا قوه الا بالله. امي هذا اسمه منشار حجر، عم يقصوا الحجر، يعني اسمه صاروخ، هالاله اسمها صاروخ. وليش عم يقصوا الحجر؟ شو بالظاهر بدهم يفضوا بيته؟ بابا لقيته بدنا نضل ساكتين، ما بيصير هيك، الله يخليك لإلك شو حل. الله وكيلك ما قدرت ادرس كلمة واحدة اليوم، وبكره عندي امتحان. العمى بقلبهم العمى، صارت الساعة 10، لإمتى بدهم يضلوا عم يشتغلوا؟ ما سمعتك من صوت الصاروخ. ولك يا ابو ياسين يا ابو ياسين، صارت الساعه 10 والناس بدها تنام يا اخي. من هلا بدكم تناموا، لسه الدنيا بكير، الجاج ما بينام الساعه 10. بعدين ناموا اخي ناموا، مين راشش على عيونكم في الفول؟ ولك يا اخي المفروض توقفوا الشغل انتوا عند العصر عند المغرب، مو تضلوا تشتغلوا لانصاف الليالي. الله يسامحك يا جار، هيك بسنتين ما بخلص شغل، يعني انا عم بشتغل ليل نهار وما عم بلحي، بدك كان يوقف العصر. الله يسامحك على الاقتراح يا سيد نبيل. وشو بدنا نعمل بهالبنت يلي عندها فحص بكره ابو ياسين؟ بدك تدعي لها وتقول الله يوفقها ويفتح على بصيرتها وينجحها بتفوق. اخي بالمختصر وقفوا لنا صوت الخبط والطرق وصوت الصاروخ اذا بتريد. على عيني وراسي، بس بدك تطول بالك علي ساعه زمان بس. ايه ما لحقنا ننام خمس ساعات. بسيطة.
صباح النور. وين ابو ياسين؟ ماله هون؟ بيجي؟ مين المسؤول هون؟ انا شو بدك؟ ولك يا اخي معقول تبلشوا بالخبط والطرق والسفق والنشر من على بكره الله وتفيقوا العالم؟ اخي مشان الله، الله يرضى عليك، لا تقطعتي معي كثير. هلا كون الجيران من الصبح لسه واحد طالع وواحد نازل. اخي انا اخذ الشغل من ابو ياسين مقاطعه، يعني اذا بدي اشتغل على كيفك كيف الجيران الفزلكين اللي مثل حكايتك، انا بيخرب بيتي وما بخلص شغل بشهر. بقى الله يرضى عليك حل عني. بس انا اللي بعرفه انه القانون حدد اوقات للشغل ولازم تلتزموا فيها، مو فضل مساله يا اخي. واذا ما التزمنا؟ والله وقتها مضطر اقدم شكوى للشرطه. شو هالحكي؟ رعبتني والله، خوفتني، كركبتني. اخي مشان الله قدم شكوى للشرطه، ايدي بزنارك تقدم لها الشكوى. يعطيك العافية. يا أمين، أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا. شرفت. الحقيقة أنا بدهن بيتي وحابب تساعدوني بهالموضوع. إيه تكرم عينا. الله يفضل تفرغ. شو اللوحات هاي؟ هاي بيقولوا لها دهانات ديكورية. أيوة. كم غرفة بيتكم؟ 4 غرف. شو بتريد نوعية الدهان؟ والله أنا بفضل ينشف بسرعة، لأنه الجيران قلقوني هم يعملوا لي عجل عجل عجل. بتحبوا مت ولا لميع؟ ليش شو في عنكم أنتم؟ عنا الاثنين. والله أنا بفضله مت. إيه مو تكرم عينا؟ الله يخليك. يعني شلون بتحب الألوان؟ ما في عنكم مصادر؟ بلا، تفضل. يا ريت. يا سلام. هذا الحقيقة أنا بحب الألوان هذا وبدي أعمل كل غرفة لون. ما عنا مشكلة أستاذ، أنت نقي اللون ونحن منطبق لك على الكمبيوتر، وإذا بتريد عنا مهندسين استشاريين للدهان. مرحبا. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين أستاذ. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا أهلا. بدي علبة دهان سماوي الله يرضى عليك. إيه تكرم عينا، تفضل شوف الألوان. ها الأستاذ نبيل، أهلا وسهلا. يا أبو ياسين، يا أبو ياسين، مشان الله فهمني، بوس إيدك. إمتى أنتوا بدكم تخلصوا خبط وسفق فوقنا؟ الله وكيلك، هر الدهان بأوضة القعدة من كتر ما خبطتوا فوقه. لا والبنت سقطت بالجامعة، وأنا والمرأة ما عم نقدر ننام أو نستريح لا ليل ولا نهار. الوالدة كانت تسمع شوي، هلا ما عم تسمع منوب، وكل ما سمعت خبط بتقول هجموا، وصلوا، بلش القصف، الحرب قامت. معك حق جار، بس الشغلة صارت بنهايتها. أكيد. ما لك شايفني عم بشتري الدهان؟ كم يوم بدك يعني؟ شغلة 20 يوم. لك من شهر انت قلت لي بعطمه لسانك، اصبر علي شهر. مزبوط، بس اختك ام ياسين قالت لي طالما الشغله صايره وصايره والحفر والتكسير شغال، ليش ما منركب شوفاج؟ قلت لها ايه والله. وانت قلتي يا ام ياسين؟ شو هالحكي؟ بالله العظيم؟ ايه والله. هلا بدكم تحفروا من شان الشوفاج؟ لك لا، حفرنا وخلصنا، عوفت المساله. حفرتوا؟ وينك يا اخي؟ مثل ما اتفقنا يا اخي، انا بحب الالوان الهادئه. الله يرضى عليك. وغني طبيعيا بالعنصر الفيتاميني الفتي. يا سيدي اليوم العصر لطلع اخر عامل من بيت ابو ياسين، قمنا ليفنا الحيطان وشطفنا الدرج. يا مين اللي انفلاش؟ تيتي ما حدا انفلاش. ماما عم تقول شطفنا الدرج. شو ليش شطفنا الدرج؟ جيرانا بيت ابو ياسين خلص اليوم بس بيت. شو بيتهم؟ ما في شيء تيتي، ما في شيء. ليش عم يرطوا بيتهم؟ ايه جار، شو رايك بالمسطرة؟ هذا اللون احلى ولا اللون الاولاني؟ والله اللونين حلوين، موفقين فيهم. طبعا الشغلة تابعة لكم، بس حلوين. يا سيدي بقي لنا يومين بنفلي هالدمني، خلصنا. ان شاء الله يا سيدي، الف مبروك. على راسي. نراك بخير. اهلا جار. الله معك. مع السلامة. خليك على اللون الاول حبيبي. حاضر. صباح الخير. صباح النور. بتصدقي اني من 6 شهور ما نمت مرتاح مثل هالنومه؟ الحمد لله. وين بتحب تشرب القهوه؟ والله بفضل نشربها على البلكون. على عيني وراسي. تسلمي حبيبتي.
العمى ما كنا نخلص طرق وسفق كمان العمى على القصة. شو هادي هاك؟ أهلين جاو. صباح الخير. صباح الخيرات. على حساب أنتو خلصتوا شغل بالشقة مو هيك قلت لي؟ إيه والله مزبوط خلصنا تمام ما بيان عندي غير دهان الباب. تفضل. شو تفضل ما تفضل؟ من وين جاي هالطرق والسفق؟ سلامة سمعك أستاذ نبيل. الطرق والخبط من شقة جارك أبو مالك اللي تحتها. شو هالحكي؟ إلك. خاطرك جار؟ الله معك. مع السلامة. مرحبا جار. اهلا وسهلا جار. تفضل تفضل. لا شكرا حبيبي. صوت التخبيط والتكسير من عندكم؟ اي والله من عندنا جار. فوتي انت انا بحكي مع الزلمه. اي والله من عندنا جار. ليش؟ خير شو بدكم تساووا ان شاء الله جار؟ والله بدنا نضم البلكون للصالون الجواني وبدنا نهد الحيط اللي بين الموزع واوضه العاده وبدنا نعمل خزانه بالحيط. ايوه. وكم شهر ان شاء الله بدكم لتخلصوا؟ يعني بدك تقول شي 4 اشهر بالكثير. عم اقول لك فوتي لجوا انا بحكي مع الزلمه. يعني شي 4 اشهر بالكثير جا. يا سيدي ان شاء الله بالهنا. بس اذا بتريدوا لا تخلوا الورشات تتاخر بالشغل، واذا ما بتشتغلوا يوم الجمعه منكون ممنونينكم. ولو على عيني جا. اي الله اوصل الجار لسابع دار. لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبي. ان شاء الله بينعاد عليك بالصحة والسلامة وانت فوق راسنا يا رب. كل عام وانت بخير بابا. وانت بخير حبيبتي. الله يرضى عليكي. الله يحفظك حبيبتي. وانت بخير يا عمري. وانت بخير تقبريني. يلا شو هذا؟ حتى بده يهجموا؟ يهجموا تيتي. لكن شو هذا اللي عم تسمعوه؟ ليكون ما سبتوه. سبتوه أمي سبتوه. سبتوه من امبارحة. لكن ليش عم يضربوا مدافع من الصبح؟ تيتي مو مدافع هذا تخبيط عند الجيران. طشفت عند الجيران؟ قولك يا أخي يا حبيبي يا روحي افهم علي مشان الله. يعني معقول تشتغلوا بالعيد كمان؟ فهمنا اشتغلتوا ليل نهار ما حكينا شيء، بايام الجمعة بلعناها، بس بالعيد كمان؟ اي والله طخنت كثير طخنت. ولك يا اخي شو بدنا نساوي؟ يعني نحن كمان ما عارفين كيف بدنا نخلص بقى. ولك يا اختي الدنيا عيد، عيد وبدنا نستقبل الضيوف، بقى بتلاقوها حلوة، يقعدوا عنا والخبط شغال فوق راسهم. يا معلش جار، لا تواخذنا، يعني كمان بدكم تتحملونا شوي. إيه لا تأخذيني صرنا سنة عم نتحملكم يا أم مالك، وعلى اليوم منخلص وبكرة منخلص وما كنتوا تخلصوا، بقى ليش ما بتأجلوا الشغل لبعد العيد؟ آسفين يا جار، والله ما منقدر، لأنه هذا الحداد اللي عم يشتغل عنا جوا بده يسافر بعد العيد مباشرة على العمرة، وما راح يرجع إلا لبعد شهر. سيدي الله يطعمها لكل مشتهي، بس ليش ما بتجيبوا غيره أنتو؟ يا ريت، بس هذا قرايبنا وشاطر كتير. وين رايح جار؟ ما ضيق ما بدي اخذ العيد، عاملين قراص محمود بسهم سهم، تاخذوا صبيعك وراهم، تاكلوهم من الحرم ان شاء الله. ايه ماما لونا لا تخافي حبيبتي، جيبي الاولاد وتعي. لا لا اطمني ليك لك فكره، ما عاد يوقع شي فوق راسهم، ولا عاد يطبسوا بالتراب الابيض مثل هذيك الزياره، لانه جارنا ابو نادر خلص شغل البيت من 3 ايام. ايه تقبريني ايه، يلا عم بستناك. الله معي. شو شايفتك مبكر اليوم؟ بتعرفي يا نائم اني ما قدرت نام منيح، يمكن لاني تعودت على صوت السفق والرقع والتكسير، ولما راحت هذه الاصوات قلقت. احمد ربك انه صرنا 3 ايام مرتاحين. بس اطمني يا ناهد، من هلا ورايح ما عاد يزعجنا شي حبيبتي، لانه ما ضلت شقه فوقنا او حوالينا وما انتفضت نفض. الله يرحمك يا امي، شو اشتهيتك تشوفي هالنهار. الله يرحمها يا ناهد.
وصتني وهي عم تتوفى وقالت لي يا ابني الله يرضى عليك ادفني بشي قرني هادية، مليت من الضجة والخبط، مليت. لا والمسكينة كانت كل ما تسمع خبطة تقلي شو هجموا؟ هجموا يا ترى؟ يعني حرام لو عاشت لك كم نهار مستريحة حتى تستمتع معنا بهالهدوء الرباني. خي بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالأصوات؟ والله العظيم ما بعرف. مو من هون قولا واحدا ولا من هون. ولا من هون نهوتي. مو من هون أبدا. من فوق ما في شيء. لكن منين هالأصوات؟ يا ستي هالأصوات من تحت قولا واحدا ما في ذلك شك. انتظريني. يعطيكم العافية. عم هنول يعطيكم العافية. معلم تمر معلم. مين المسؤول هون؟ آه. نعم يا أخ. أمر أنا المسؤول. بقدر أعرف شو عم تشتغلوا بالأبو وليش نافضين المطبخ؟ بقدر أعرف الأول مين حضرتك؟ أنا المنحوس اللي ساكن فوقكم. ها هلأ فهمت، يعني حضرتك جارنا. إذا هيك بحق لك تسأل شو عم نشتغل. أصبح شو عم تساو؟ عم نشتغل كافتيريا صغيرة. كميليا صغيرة؟ ما فهمت. يعني مطعم صغير ورح نسميه مطعم النحلة بقى، شو رأيك؟ اري هيك حالي لازم تاخدوا اذن الجيران. نعم نعم ما سمعتك شو قلت. هيك القانون بيقول. عمي انت رجال كبير ومقدر وما بدي ابتلي فيك. يسر على بيتك. القانون قال. امشوا شباب. بدك تبتلي فيني؟ يخرب بيتك ما اوقعك. والله لو فيني القوة لابتليت فيك. لعنا شو الناس هي. اهلين وسهلين بلونا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. مرني. ما يأمر عليك ظالم، بس صار معك شيء يا ترى؟ والله يا استاذ نبيل ما صار معي شيء، وانا كنت عم حاول رغب زبايني بهالشقه هي، وعم يعرفوا انه الشقه فوق مطعم النحله عم يهربوا. ليش ما بعرف. اخ من هالعمر اخ، وانا وين بدي اهرب؟ قالوا رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. يا حسره. تبكيني يا نانسي عجرم. بفهم انا بالانوثه لاني مخضرم. نانسي نانسي نفوتي ساوي لك قهوه. نعم قهوه قهوه ساوي لك قهوه. لك نحن خرجنا نروح على الربوه. لك مو على الربوه ساوي لك قهوه. ايه فهمت عليك. ساوي اللي بدك اياه. املي زهورك. لتقوم مفتاح الباب. ليش ما عم ترد على الباب؟ عم يرن الباب. الباب مفتاح الباب يعني عم يرن. ايه عم يرن. قوم شوف مين. يلا يلا.
مرحبا جار. انا حمار. شو بك؟ عم سلم عليك، عم اقول لك مرحبا جار. اهلين، شو بدك انت كمان؟ ليش ما قلت لي انك بدك تبيع الشقة؟ انا ما عم بسرقها الشقة. الشقة مو بدك تبيعها؟ ليش ما قلت لي انك بدك تبيعها؟ ليش بدك تشتريها انت؟ ايه بشتريها. انت بدك تشتريها؟ ايه. شو بدك تسوي انت؟ معلومك بالمطعم عندي برنامج فني صغير. عندك جني صغير؟ بالمطعم عندي برنامج فني صغير. برنامج فني صغير. عندك دب صغير؟ برنامج فني صغير، موسيقيين يعني. ايه هدول الموسيقيين. شو هو؟ بدهم شقة يناموا فيها، بدي يصيروا بدك تنيم الموسيقيين عندي؟ لك مو عندي. انا ما بنيم لا موسيقيين لا دربكاتية. نهودة نهودة. لك شو بدك تعمل؟ اشتري الشقة منك. لا حبيبي بلا الشقة بلا صعة. روح شرعك يا زنزاطين. انا ما بنيم موسيقيين حبيبي. انت ما بدك تبيع الشقة. لا حبيبي لا لا. انا ما بنيم موسيقيين حبيبي. انا لله وللرسول ما حبس ابدا. انا اتدخل بهالشغلات منو؟ انا ما بدي موسيقيين ينام عندي. هذول الثانيين تعرف هاي شو هذول شو بيروحوا على الشغل الخير يعني بيروحوا لا ليش تاخرت؟ والله ما بعرف يعني لو رايح يجيب الشطرنج من الشام كان رجع. لك اخي ليش الشطرنج؟ خلينا نتساير مع بعض شوي. يا سيدي بنتساير بس انا ما بيهناني عيش الا حتى انقلبه. يا سيدي ها ليك اجا. شو يا طولت الغيبه ورجعت بالخيبه؟ شو وين الشطرنج؟ لك بلا شطرنج بلا بطيخ مبسمير. انا وين وانتو وين؟ لا شوفي جايين وراي ثلاث بنات بيطيروا العقل، بياخذوا ضبنات العقل، ملكات جمال مو هيك، عارضات ازياء، لا، بيقولوا للقمر قوم لنقعد محلك. شو الحكي؟ وينو؟ ها؟ ليكن اجوا، شوفوا لي هالشوفه مشان الله وقلوا لي اذا كان الحق بايدي ولا لا. يا سلام، فعلا شيحوا كثير شو هاد يا؟ لك عم اقول لك طرمخوني طرمخة. لك يا أرض احفظي ما عليكي. خلاص يا جماعة شو بكم اتاخدتوا؟ شبروا عقلكم شوي. ليش لسه فينا عقل؟ لك مشان الله اسمعوا صوت ضحكاتهم أحلاها بلابل شحرير يقبر عظامي قبر. هلا أنا خيلك وقعتيها بالمي؟ يا الله مين بده يجيب لنا اياها هلا؟ أنا مالي علاقة، عمرها ما تنجاب. ولا يهمكم يا صبايا ولا يهمكم. لحظة محلولة. اتفضلي يا قطة. تسلموا ايديك عمو. الله يسلمك الله يسلمك. لا عمو انت كنت تشتغل منقذ بزمانك شي؟ لا ما اشتغلت منقذ بس كنت مساعد بالشرطة ويا ما مارع على هالراس اخطار واهوال. طيب عمو انت ما ساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد قولي مية ميتين اذا ما كانوا اكتر. وما قوصوا عليك مثل الافلام؟ يقوصوا ليشبعوا. اصلا رصاص الحرامية ما بيخوف. عمو ممكن تاخد لنا صورة؟ ايه على عيني وراسي بس بلاها كلمة عمو. السلام. شكرا عمو. عفوا بس بلاها كلمة عمو. باي يا شاب. الله معكم. مع السلامة يا حبيباتي. الله معكم يا ريم الفلا يا غزلان البوادي. الله معكم. لساته قلبك أخضر يا أبو هزاع. ورح يضل أخضر طول عمره. والله بموت إذا يبس. لكان والله بتصيبني جلطة. بس بدي اسألكم بالله عليكم بالله هدول نسوان ويلي عنا بالبيت نسوان نسوان بهاي معك حق. الله وكيلك اللي عندي لك الفيل بيستحي من سمنها. اي انا اللي عندي بالبيت ما لي سيري غير شو رأيك بطبخي؟ شو بدنا نطبخ اليوم؟ انا عازمة صهري شو نطبخ له؟ إيه كأني متجوز طباخة. انا مرتي الله يصلحها ما عادت حطت على وشها لا ابيض ولا احمر ولا اخضر من اكثر من 20 سنة. ليش لا تسألوني؟ جواب ما عندي. ولك خلاص يا جماعة زوق على حالكم بقى. شو صار لكم؟ واحدكم صار عمره 65 سنة ولسه بدكم تحكوا بهالمواضيع؟ ليكم مين عم يحكي ليكو؟ لك حبيبي انت متجوز 2 ومجدد شبابك وما حدا قدك مو مثل حكايتنا
نحن المعترين. الحق بيده لأنه واحدة للنهار وواحدة لليل. مساء الخير. مساء الخيرات. شو اجيت؟ لا والله ما اجيت. شو رأيك؟ بدي اتأخر نص ساعة. ليش هيك عم تحكي معي؟ شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. حط لك عشاء؟ هلا انت مالك سيري الا الغدا والعشاء والفطور. شو بدي اسألك لكان؟ لا تسأليني شيء. شو هاد اللي لابستي؟ شو هاد يعني؟ روب البيت. شو هي أول مرة تشوفني لابسته؟ ما عندي غيره. عندي غيره، بس هذا بيريحني كتير. وين المشكلة؟ المشكلة إني أنا مالي مرتاح. وهذا شعرك ليشك منفوش مثل صوف الخروف؟ ما فضيت مشطه. وليش ما فضيت يا حبيبتي؟ لك العمى الوحده منكم بس تتجوز ويجيها كم ولد ما عم تسال عن جوزها منوب منوب كانه خروق. طيب شو اعمل لك؟ سالتك اذا بدك تتعشى ما رديت علي. ولك اخ لوين رايح؟ لك لوين رايح يعني؟ رايح اندفس بفرشتي ونام احسن لي. يلا لاحقتك بس لاكوي هالتياب. على مهلك كويون منيح حبيبتي كويون. شو صاير له هالرجال اليوم؟ عم يخانق تبان وشو؟ طيب عمو انت ما ساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد قولي 100 200 اذا ما كانوا اكتر. ما قوصوا عليك مثل الافلام؟ شو نمت؟ ما حلك تنام لسه؟ لك شو بدك؟ فيش المكواية عطل، قوم صلحه. اوف، صنادلي شاطرة في انتي. تعا ركب وتعا صلح وتعا قيم وتعا حط. ايش هو هدي يا حرق اخذف حالي عم عيني. انا مهلك الزيعة الله صباح الخير. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك ساكن هون؟ اي نعم، بالطابق الثالث. وانا رح صير جارتك فوق. اسمي فاتن برما، استاجرت الشقه يلي بالطابق الثاني. تشرفنا. تشرفنا يا انسه. انا عباس كعكع، مساعد بالشرطه، متقاعد. مساعد بالشرطه؟ اهلا وسهلا. بتريدي شي مساعده؟ اي والله يا ريت. ولو تكرم عينك. هاي اللهم زيد وبارك. يلا يلا. رح تجيب الترياق من العراق؟ عاونت جارتنا الجديدة بنقل العفش. ومينو هاي جارتنا الجديدة؟ لك واحدة اسمها فاتن برما، استأجرت شقة أم محمود. ايوة، وشو بتشتغل حضرتها بقى؟ لك عشو بيعرفني؟ عم يقولوا بالإخراج. شوف حبيبي، البناية الثانية الطابق الرابع، أول باب على اليمين. يلا لا تأخر. ها دخلها؟ مين استأجر بيت أم محمود؟ واحدة اسمها فاتن. بس باين عليها شيء أكابر ما هي؟ أكيد ما في شك. متزوجة شيء؟ عم بيقولوا لا. يعني هلا ساكنة لحالها؟ إي لحالها. يا لطيف، ألطف. Thank you.
مساء الخير انسه فاتن. اهلين سيد عباس. محسوبك ابو هزاع. ابو هزاع اهلين. هاتي الاغراض من ايدك هاتي. لا معلش لا 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 اعوذ بالله عذابك راحه. لا 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 ولو يخلي لي اياك يا رب. يسلم ايديك. الله يخليكي. سيد ابو هزاع مري بدي اسالك، انت كم سنه خدمت بالشرطه؟ يا ستي خدمت بالشرطه 33 سنه وخمسة اشهر وطلعت التقاعد من سنتين. والله معناها شفت حوادث كتير بحياتك ما؟ اوه حوادث واهوال ومخاطر واقتحامات واشتباكات ومداهمات، شو بدي عد لعد لك؟ لطيف يا لطيف. قلعت اسناني بهالشغله يا انسه فاتن، وابو عبده بهاء كان يعتمد علي كل الاعتماد. بتعرفي انه انا اللي مسكت اللص المشهور خطاف الهوى، والحرامي سراء الكحل، والمجرم بعاش بطنه؟ يا سلام عليك، بس والله ما كان عندي خبر. شلون ما عندك خبر؟ بيصير هيك يا انسه فاتن؟ الجرايد كلها كتبت، والتلفزيون حكى، والاذاعه بس. طيب سؤال ابو هزاع. تفضلي. يعني انت المساء وين بتروح عاده؟ والله غالبا بروح انا ورفقاتي على القهوه. حلو. اصبح شو رايك احرمهم منك اليوم بس واعزمك على فنجان قهوه، هذا اذا انت بتريد طبعا. ولو على عيني وراسي، ما في عندي مانع منوب، بس على حسابي. ها انا زفاتي على حسابك. على حسابي. خلص خلص سيدي على حسابك، بس بشرط بدي اياك هيك يعني تحكي لي كل شيء كل شيء ابو هزاع عن مغامراتك ايام الشرطه. انا جاهز لعيونك انا زفاتي. خلص. يا اهلا وسهلا. ايه سيد ابو هزاع، بدي اياك تحكي لي بالتفصيل عن اخبارك بالشرطه، هذا اذا ما عندك مانع. لا لا ابدا ما في مانع، بس بترجاكي لا تقولي سيد ابو هزاع، يعني لا تحطي حواجز بيناتنا حتى تحلو الجلسه واشعر انك قريبه مني. شو بدي نادي لك لكان؟ ابو هزاع بكفي، واذا بتنادي لي عباس بكون ممنونك. طيب يا عباس، فيك تحكي لي عن أيامك وقت الشرطة؟ الحقيقة يا فاتي، أنا لما كنت استلم رئيس مخفر بشي حارة أو ضيعة، أول شي كنت أعمله إني خلي العالم ترجف مني قصب، وإذا طلعت دورية كنت أمشي بالطريق إيدي بقفة ظهري وأنا ماسك الخيزراني هيها وعم بمشي مثل المهر. طب شلون كنت تمشي؟ بشرفك تفرجيني شلون؟ والله الواحد بينسى وبيستحي كمان يعني، لأنه طيب طيب على عيني وراسي. يعني هيك شيء والله يا سلام عليك عن جد. طيب هلا قلي الحرمي شلون كنت تتعامل معه؟ يا ستي سؤال مهني جيد جدا. شوفي يا انسه فاتن، يعني لو جابوا لي شيء حرامي او سرسري مثلا كنت اصرخ فيه صوت واحد بس ما تني، بس شو صوت من اياهم، كنت اخن صوتي قصدا وعرضه مشان اوهره مشان اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيني. حرامية هدول سرسرية ما بتفرق معهم. شو له؟ ولك يا حرامي يا حقير، انت عارفان على انه مخفر جاي؟ انت الله غضبان عليك لانه وقعت بمخفر ابو هزاع يلي شربان حليب السباع. يا بتقر وبتسلم يا بتنكر وبتندم. وبعدين بمجرد ما يدوق اول كف وتاني كف على بوزه بيكرت كل شي عنده. مو معقول يا عباس شو ذكي. هلأ بدي اياك تحكي لي شلون مسكت خطاف الهواء. اوه هاي شغلة قديمة كتير. يلا كرمالي، بعدين انا بحب القبضايات كتير يا عباس. طيب يا فاتي، يا ستي هذا خطاف الهواء كان حرامي خفيف مثل الريشة مثل النسيم، بيخطف كل شي بيحسن بشيله وبيركض فيه، سحارة خيار، قنينة غاز، خروف صغير، قفص في عصفور أو ما في عصفور، صندويشة بإيد ولد،
فروج ما بتفرق معه، بيخطف وبيركض مثل البرق. هيك حتى عجز الناس والبلد كلها اشتكت منه. بيوم من الايام اجاني الامر وكلفوني انا بالقبض عليه. فورا مثل عادتي انا اهتميت بالامر وتنكرت. عملت حالي رجال ختيار عم يمشي على العكازة، وحملت بايدي ديك سمين كله هبر، ومشيت بالسوق على مهلي والديك عمي كاكي. وفجأة ظهر قدامي خطاف الهواء، لعبة عينه عالديك وانا شايفه، وما لقيت لك الا واحد ركض مثل ابو الحصين هيك بده يخطف الديك وانا شايفه، وبمجرد ما مد ايده عالديك دقيت فيه امسكته من رقبته، عم صار يبلعت مثل الصوص، ونزلت لك فيه بالعكازة وعلى وين بيوجعك، وصرخت لك فيه هداك الصوت مثل ما قلت لك قبل شوي مثل يوسف وهبي، قلت له ولك وين وين رايح بيه العشرة، وين انا ابو هزاع يلي شربان حليب السباح. هو سمع اسمي بالارض وقع مغشي من رعبته واستسلم، وشحط لك يا مثل الجروع المغفر من شواربه. شو هاد؟ شو هاد يا عباس؟ والله ما في مثلك أبضاي بهالبلد. شو مفكرة لكان؟ يلا أنا صار لازم بروح عندي موعد كتير بكير. قاعدين أنا صفاتي معلش بستأذن، المرة الجاية بدي إياك تحكي لي شلون قبضت على سراء الكحلها. على عيني وراسي أنا صفاتي. لأنه فعلاً القصة غريبة كتير، إنت تحبي أحكي لك إياها؟ أنا بخبرك مو مشكلة. إيه على عيني وراسي. خلص يا عباس. مع السلامة سيدتي. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. الله معك. الله يحرسك. شيش بيش هشيش ونبيش. يلا العاب عبي العاب. هذا شو صار؟ عميت قاوة بنجو سي بنجو سي عندك هاي هسي. ايه 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 لبنجو سي طب هسي ايه حطها ازعل منك هلا. لا هيك مو. مساء الخير. مساء الخير. يعطيكم العافيه. يا سلام. شو هاد؟ والله طالع مثل العريس بليله دخلته. فظاعه يا جماعه، شو الحب بيقلب الواحد. لك ليش ما عم تجي على القهوه؟ والله مالي فاضي. نيالك لك عمي. ولك يا جماعه افرطوا لي هالقصه بقى وكبروا لي عقلكم. واحدكم صار عمره فوق الستين سنة ولسه بده يحب ويعشى ويتمعشى. وانت ليه زعلان؟ ما انت متجوز تنتين. وما تتجوزوا تنتين مين ما سكر. منين يا حسرة؟ اصلا مين بده يقبل فينا هلا؟ ايه ابو هزاع احكي لنا وين عم تلتقوا مع بعض؟ والله مرة بالكافيتيريا، مرة بالحديقة، مرة على 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 النهر بطرف الغوطة. يعني دخلك بتحبك؟ لك بتموت فيه هيك إلا. بتصدقوني يا جماعة هالمخلوقة ما بتشبع من حديثي والتطليع فيه، بتركز على عيوني وما بتنام المساء قبل ما تحكي معي على التليفون. لك هلأ أنتوا لما بتعدوا مع بعض شو بتحكوا؟ هي بصراحة ما بتحكي كتير، بس بتسألني أسئلة وأنا بجاوبها، وبحسها مبسوطة مني كتير، تضحك من قلبها على كل كلمة بحكيها. اليوم مثلاً حكيت لها كيف مسكت سراء الكحل بعد ما قوصته ببطت رجله. ايه صحيح حكي لنا شلون قوصته؟ افضل لاعب لم يحقق اي نجاح. كانت حياته. حدا اتصل في شي اليوم المساء؟ شبك انت؟ هاي ثالث مرة تسألني هالسؤال، قلت لك ما حدا اتصل. كويتي لي قميص الزهر ولا لسه ما كويتي؟ لا والله ما كويته. هاللون مولدني كتير، مو خرج واحد بعمرك يلبسه. لك هلا خرجي ولا مو خرجي؟ شو بدك بالقصة انت؟ اكوي وماشي الحال. شي انه بس بدي افهم، انت من امتى كنت تلبس هيك قمصان؟ من هلأ بدي ألبسهم. أنت أخت مرأي شي؟ لك شو صاير لك يا رجال؟ فهمني مشان الله. مو صاير لي شي، خليكي بشغلك أنت. ليش طفيته؟ هيك ما حدا عم يتفرج علي. شو
كريم، مثل نور، مثل فلو الياسمين. لا لا ما نمت، يعني معقول نام قبل ما اسمع صوتك الحلو؟ امتى؟ بكره؟ ايه فاضي طبعا، ايه بعرف المحل. نعم بدك يعني البس البدلة الرسمية والرتبة كمان؟ لا لا عندي عندي أمرك فاتن خانو، أمرك فتونتي. مع السلامة، تصبحي على خير حبيبتي. لك وين حاطط الطيارة؟ والله ما بعرف. هلا انت ليش بدك البدله هيك؟ لازمت لي. يعني عندك حفله تنكريه؟ لك شو تنكريه؟ ما تنكريه انت الثانيه. لك ليش بدك اياها؟ انا ورفقاتي المتقاعدين عاملين حفله بمناسبه مرور سنتين على تقاعدنا. وينها وينها؟ قولي على قامتي. ليش مين باقي من رفقاتك؟ يلي مات مات، والمشلول مشلول، ولك سبحان الذي خلقك على هالمناطق وعلى هالملافظ اللي بتهز البدن. تعي دوري منيح، تعي دوري، ما لقيتها. ايه ايه هلا تذكرت وين حاططها. كنت اعطيها لشحادة فقيرة هداك الشهر، قامت ما اجت. شحادة فقيرة؟ مرة بعت لي العقيد أبو عبده بهاء عناصر حتى دربهم، وقال لي العميد بده إياهم يطلعوا رجال من تحت إيديك يا أبو هزاع. قلت له أمرك سيدي. أول درس فيقت لك ياهم بنص الليل. صفيتهم قدام بعضهم مثل عيدان الكبريت وصرخت لك فيهم هداك الصوت. طب الله يقلي شلون صرخت فيهم هداك الصوت؟ إيه على عيني وراسي. عم قل لك أول كل شي صرت أمشي هيك قدامهم، ها حتى أوهرهم. تعرفي يعني إذا ما وهرتي العنصر ما بيطيعي. عملت هيك بعدين قلت لهم أنتوا لسه ما بتعرفوني منيح. ولك أنا اسمي المساعد أول أبو هزاع، أنا شربان بالصغر يا حليب السباع. يلي بيعرفني وبيطيعني رح يسلم، ويلي رح يعصاني يا ويلو شو رح يندم. لك شو هاد؟ نايمين يا عجايز؟ لك بدي خبطة الأرض تنبع من تحت رجليكم والمي نبع؟ شدوا حيلكم؟ يلا لشوف. استعد. لك زفت انت وياهني بيظهرونكم ما بتمشوا غير بالعقوبات. اخ لو تعرفوا مين هو هادي اللي واقف قدامكم. اخ ولك انا اللي مسكت خطاف الهواء، انا اللي مسكت سراء الكحل، انا اللي مسكت بعاش بطنه. ابو هزاع انت لهلا ما حكيت لي شلون مسكته لبعاش بطنه. والله العظيم ما حكيت لي. اي والله ما حكيت لي، بس بالاول بدي اياك تحكي لي ليش سموه بعاش بطنه. هذا يا انسه فاتن كان في واحد ازعر زعوري مشراني وكل الناس بتتجنبه لانه كل شهر شهرين بيبعج واحد بالموس بكرشه. مرة من المرات طلع من الحبس وعمل مشكلة مع واحد اسمه حوت المهاجع وسحب الموس بده يبعج له بطنه. قام هرب حوت المهاجع ما حسن يلحقه، وقف وقال هالموس ما بيرجع على الفاضي لخصري، وبعج بطنه من قهره وغيظه. مو معقول شو غريبة عجيبة هالقصة، بس بالأول بدي اياك تحكي لي أبو هزاع شلون مسكته لبعاج بطنه. مسكته بخمارة القط المجنون كريزي كات، خمارة صغيرة جم خمارة فريدي. هذا يا ستي كان في زلمة مراعي بالعالم اسمه زكريا الدفاش، وكان يتعاون مع ابن خاله اسمه حالوش النتن، وكانوا يلتقوا بخمارة نعوم الحايك جنب سينما الشرق بسقاق رامي. Thank you.
لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس، لكل الناس مثل أشعة الفجر ومثل الماء في النهر، مثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ أي والله يا أبو هزاع، الحب عمرا داخل العمر. هل هذا شعرك أبو هزاع؟ لك شو شعري أنت التاني؟ شعر نزار هذا؟ لك تقبر عظامي يا نزار، لك يبعت لي حمى عليك، يبعت لي حمى عليك. شو بتفهمني؟ لك شو بتفهمني؟ كنك كني. أوف 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 أوف، شو أبو هزاع؟ شايفك غرقان بالحب تمام. مو بس لحالي غرقان، لكن نهفي إنه هي غرقانة أكثر بحبي. لشوشة والله لشوشة. طالما أنت وياها غرقانين، مين بدي طالعكم بقى؟ شو؟ رايحة تنامي؟ وحاشتي شقة وتعطير طول النهار. الله يعطيك العافية. بكرة بدي روح شقة على مرت ابنك سميرة. ماشي، سلمي لي عليها كتير. ما بدك تروح لعند ابنك هزاع؟ لك بعدين بعدين هزاع. امتى بدك تنام؟ ليخلص الفيلم. ليه؟ لا تسهر كتير، انت كبرت والسهر ما عاد يواتيك بنوبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا لطيف، شلون بتدجي كلامك أنت دجيك؟ تصبح على خير. الله معك وأنت من أهله. Eagle's nest. Great image. Right out of your husband's imagination. Actually, it's my woman's idea. You know, she bid on this project, too. Is that right? I should have hired you. You're a lot better looking than these two bums. When my father is... أهلين. أهلين أبو راشد. أهلا وسهلا. لا والله قاعد ما نمت. أخي أبو هزاع، اتفقنا نروح بكرة المساء نبارك لصلاح سويعاتي لأنه فتح محل شاورما. بقى بتروح معنا؟ بلا بروح. وراح نشتري له باقة ورد، عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. مع سلامة. غريبة. وين راحت هي؟ يعني هذا صلاح منين جاب حق محل الشاورما؟ يا انا بعرفه درويش ومنتور. سمعت انه مرته ورتانه من اهل ورته منيحه. يا حبيبي لك يا هيك النسوان يا بلا. لك اشتهيته يقدم لنا شي سندويشه من هذا السيخ اللي عم يفتل عالنار، والله ريحته غرفه قلبي غرف. هاي الزلمه قدم لنا سكره وفنجان قهوه من رشب، بدك احسن من هيك؟ يا للاسف على باقه الزهر اللي قدمنا له اياها. سيدي شو ابو هزاع؟ شايفك شارد، وين المخ؟ سدوني يا جماعة، ما في شي، والله ما في شي. يلي أخذ عليك يتهنى. حبيتك وبحبك وححبك على طول. شو أبو هزاع؟ حبيب قلبك عامل مسرحية؟ شو ما عندك خبر؟ لا والله ما عندي خبر. شو رأيكم نحضرها؟ حلوة المسرحية؟ والله ما بعرف، بس يبدو أنه بتضحك. بس وينكم شباب؟ صرنا نبلش ربع ساعة. ها نحضرها بس على حسابك. ها لك على حسابي، ما في فرق. امشوا يلا. شريف يا
الإسلام واللي بيعصاني وبيخالفني يا ولو يا سواد الليل شو راح يندم. تاريخ يا حبيبي شو نايمين يا عواجز نايمين بدي المي تطلع من تحت رجليكم تاعي. يا حبيبي شغلتكم مبينه بدكم تتعاقبوا ما في مجال نقاخ ماخ لو تعرفوا انتوا قدام مين انتوا واقفين. انا ابو مناع ابو مناع كما شطاف الهوى وشراء الكحل وبعاش الطوب. كأنه هالممثل بيشبهك ابو هزاع. بتعرفوا شلون انا كمشتو لخطاف الهواء؟ ولك شبكن؟ شبكن؟ رستم بالارض ولا منك الو 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 يخرب بيتك وبيت بيتك عند التاني. خطاف الهواء انت؟ خطاف الهواء؟ ما عرفتو؟ خطاف الهواء اللي بيخطف كل شي بيلاقيه بطريقه. دجاجة، ديك، بيضة، أفانس. وين أبو هزاع؟ لسه المسرحية ما خلصت. أبو هزاع؟ وين أبو هزاع؟ أنا ما بلعب بنوك. لسه المسرحية. لكن فبدي إياكم تعرفوا منيح قدام مين أنتوا واقفين. فاتن برمى، شخصية أبو مناع اللي شفناها بعمل المباراة هي لشو بترمز؟ يعني شو اللغة الرمزية اللي استخدمتيها فيها؟ هلا بقول لك يعني أنا شخصية حقيقية موجودة بالواقع. أنا اللي بيهمني إنه الناس لما بيجوا على المسرح ويشوفوا شغلي يشوفوا مسرحياتي ما يحسوا إنه هن طلعوا من بيوتهم، لا كأنه عم يشوفوا جارهم ابن حارتهم، يعني شيء من الواقع أنا جايبته وحطته هون عندي. يعني شخصيات حقيقية أكيد 100% أكيد أكيد، ويعني كثير بنشوفهم كثير موجودين أساسا. ما جبت شيء غريب من الشارع وحطيته على المسرح، ما أقحمت شيء إقحام. طيب العمل القادم اللي رح تسويه بعد عبد المنور؟ يا عيني بملوا العين بو فارس عنده جنيني عكنت في العين. يلا يلا بو عجلي يلا يلا بو فارس عنده جنيني كلها أسمار وعم بتغني عغصانة جوقة أطيار. خفي إيدك يا زينب، صار وقت جيت عمك أبو فارس من الحقلة. ايش بدك يعني يساوي؟ يعني ما كانت تسوي الطبخة معي. شلون ما كانت تسوي؟ ايش عم تطبخي خروف محشي؟ كلها لقمت برغل بكوسة. صحيح، بس يمكن البرغلات قاسين شوي مرت عمي مشان هيك ما عم يستوي. لكولي شو حوبي، ضيفي لك كيلة مي بيمشي الحال. هيك قلتك مرت عمي؟ اي لكان قومي قومي هاتي. ايه بس بخاف تتخبص الطبخة. لكولي على الغشي مساعده انه لقيمتا بدي ضل علمك. ولا خفية بقى، هلأ بيجي فارس وبيلاقي الأكل مو خالص بيفتح باجوع علينا وبيعملنا سرعة. لك عم مرت عمو رح ساوي سلطة لبن بخيار لبين ما تستوي الطبخة، شو رأيك؟ ولك بس يا حوبي مرت عمو بيحطولها لسلطة اللبن بخيار دعنا عيابس؟ ايه بينحطلك انت بينحطلها.
لك ودي على قامتي ودي على حظي ودي على جوزناك يا فارس لحتى مرتك تعيننا. أتاري يا فارس مرتك بدها 10 زلم لحتى يعينوها والعريضة إن شاء الله. يا رايحين عحلب حبي يا معاكم راح يا محملين العنب تحت العنب تفاح كل من حبيب ومعونا حبيبي راح يا ربي نسمتها وترد الحلو لي. الله يعطيك العافية يا أبو عجلي صحة وهنا. أنا رايح أتغذى وأنت كمان وأنت كمان. هاي زوادي هاي زوادي كل منها. أنت اشتغلت اليوم يعني شغل 10 ثوار من عمرك. الله يعطيك العافية. وأنا ممنون منك كثير يا صاحبي ممنون منك كثير يعني وبعتبرك بمقام أخي الأكبر ورب ثور لك لم تلده أمك. تعال جاي أبو عجلي هاي كمشت بندو حلي ضرسك فيها تستاهل. وهي كمشت فستو مزمز على مهلك بتستاهل. سلام عليكم. مرحبا يا بيه. أهلين فارس شلونك اليوم؟ نشكر الله. شو هلق جيت من المدرسة انت؟ ايه والله قلت لحالي بمر لعندك بروسة وعلى الغداء. شلون كان هرك يا بي؟ بصراحة يا ابني تعبت كثير اليوم يخرب دياره الأرض مش عم تنقلب معي بسهولة حجارة مثل الصوان. بدك الحقيقة يا بي مو الأرض يلي قاسي. إلا مين القاسي؟ ما بعرف يعني أنا بخاف إلك الحياة تقوم تزعل مني. لا قول معقول إزعل منك يعني؟ يا بي أنت يعني ملبك حالك يعني حاطط رجلتينك بصر ماية واحدة. شلون يعني؟ يعني بدك تفلح وتبدر وتعشب وتزرع لحالك وإذا جيت الحق يا بي الأرض مو قاسي بنوب بالعكس أطرى من الحنة. بس كل الحق على أبو عجلة. شبو أبو عجلة؟ شلون شبو؟ عد على صبيعك لقلك. أولاً ختير وصار عزمه ضعيف وحيله مهدود. لا تكمل يا فارس لا تكمل. أنا ما بسمحش لمخلوق على وجه الأرض إنه يجيب سيرة أبو عجلي قدامي لا بخير ولا بشر. بقى غير لي هالسيرة بكون أحسن. شفت شلون زعلت؟ معلوم بدي أزعل يعني كون بمطرحي أنت وإجا زلمي وقاعد يغتاب صاحبك وينتف بريشه قدامك شو رح تعمل أنت وقتها؟ ها؟ أكيد رح تزعل ويمكن تنفض كفين بالمقلوبة على حنكه حتى يوقف النميمة. لا وخاصة إذا كان كلامه افتراء ومش مزبوط يا فارس. بس أنا كلامي مزبوط. لا أبداً أبداً بتاتاً مش مزبوط. وليش مو مزبوط بقى؟ لأنه بو عجلي مش ختيار. بو عجلي لو ربطته بالجبل بزحزعه من مكانه. يا أبي الله يخليك اسمعني منيح هلأ ولا يطلع خلقك علي. هلأ قديش العمر الافتراضي للتور؟ بيعيش كثير بيعيش أكثر مني ومنك. كان عند جدك ثور عاش أكثر منه. طبعا لأنه جدي الله يرحمه مات وعمره 27 سنة. المهم العمر الافتراضي للتور هو بكامل صحته وقوته يعني بدك تقول شي 20 سنة ومن بعدها خلاص ببلش ونوصه يضعف ونظره بيخف وعيونه بتعمش وبتنزل عليها المي الزرقاء وبصير معه عمى ألوان. ولك آخ آخ بس بدي أفهم يا فارس شو يلي مخليك نتغاروا من أبو عجلي؟ يعني حرام يكون في صداقة شخصية بيني وبين هالمخلوق؟ ولك يا فارس يا ابن المدارس صداقتي مع هالمخلوق صداقة محب لمحب. إيه طبعا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. لا مش صحيح. بو عجلي ما فيهوش ولا عيبي وحدي بتحدك. هالرجل هذا هالثور يعني كامل مكمل محبك مبكل بالقوة أقوى من 20 حصان بالصبر أصبر من 100 جمال بالتحمل بيتحمل أكثر من 50 حمار وبالذكاء أذكى من 700 قرد. وأنا بستغرب إيش لون هايك بقيسوا قوة المحركات محركات السيارات يعني بالأحصنة. لازم يقولوا هالمحرك قوته 50 ثور مش 50 حصان. فعلاً هزولت يا فارس هزولت. بعدين تعال قلك الحصان مخلوق مايع مدلع
بيطول شعره وبيعمل ذنب حصان من ورا. لا وفوق هالشي بيعلموه الرقص، بيصير ينطويت ويقمز مثل الست المغندرة قدام البشر. انت بعمرك شفت بوعجلي عم يترقوص ويتنطوط بالحقلي مثل الحصان المخنف؟ يا بي الله يخليك، هلا شو بدنا بهالقصص؟ شلون شو بدنا بهالقصص؟ بعدين الشاعر لما مدح امير المؤمنين شو قالوا؟ ايش بعرفني انا شو قالوا؟ قالوا انت كالتيس في قوه التحمل وكالثور في قراع الخطوب. على عيني وراسي يا بي، بس انا كان قصدي لا لا، حتى تعرف اني انا بعرف شعر مش بس انت. فيك البركه يا بي الله يخليك. بس هلق ليش انت بتحب تاخذ صد وتعطي رد؟ خلاص بو عجلي مفضل علينا كلنا، وهالصديقة يلي بيني وبينه قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. أنا بحترم جهوده وبكرمه وهو بيساعدني بالفليحة. من تمساكيت شلون يعني من تمساكيت؟ ما بعجلك خسرتك السنة الماضية؟ شو قوام نسيت؟ معلوم بده يبعجة ويطعجة ويبقرة بقر كمان. وليش بقى؟ معلوم معلوم، لأنه الحق علي أنا. أنا شغلته أكثر من 8 ساعات عمل بدون ما دللوا ادفعلوا إضافة. أبدو يثور علي ما فيهاش حكي. أصلاً هالثورات يا فارس بالعالم كله منين جاي؟ من ناس ثاروا مثل بوعجلي وطالبوا بحق. ولك يخرب بيتكن يا متعلمين، حتى الثور إذا شعر إنه تاكل حقه بثور فرد ثورة مش بيخنع مثل البزاقة. هلق انت عم يعطوك حق الدروس الإضافية بالمدرسة؟ مين يا عسرة؟ عم نداوي صبح ومساء وعمل طوعي إجباري وأوفر تايم وبأيام العطل وما حدا لحدا. كلمة يعطيكم العافية ما في. ودخلك شو عملته؟ عملتوا عريضة احتجاج؟ طالبتوا مقابلة الوزير؟ ها؟ شو عملته؟ طبعا يا بي، لأنه المهم هلق ما بدناش نكثر حكي. بو عجلي عندي أغلى من أولادي، ولأنه من جيلي رح أقول أغلى من كل أصحابي. بقى خلص يا فارس، سكر لي باب الحكي وأسكت أسكت. حطي مخلل يا زينب من الخابية اللي جوا. حاضر. مخلل الفلافلة ولا لفت مرت عمي؟ ليش بقيان عنا لفت يا حبي؟ حطي مخلل خيار وفلافلة. حاضر مرت عمي. اتقربش على هالموضوع بتاتا. يا ابي انا ما حكيت شي غلط. غلط ولا صح؟ انا ما بحب حدا يتدخل بموضوع بوعجلي. فهمت ولا ما فهمت؟ يعطيك العافية. أهلين أبو فارس. خير، شبك عم تتخانق أنت وابنك؟ أنا ما عم بتخانق مع حدا، بس ابنك فارس الله يحرس لك إياه حامل السلم بالعرض وماشي بسوق الحمدية. أنت وياه. يلا. شو طابخين يا ترى؟ أبو شلهوب. أبو شلهوب؟ البرغل والمسامير الركب يا أم فارس. شبك يا فارس، ما تعضقات؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. الله يعافيك. هاي شو يا ترى طبخ مين اليوم؟ طبخك ولا طبخ امي؟ لا طبخ زينب. الواحد يحكي الدغري، هي الدرسانه صاير طبخها كتير كتير ظريف. جرب جرب ابو فارس ودوق. معلوم الله يعطيها العافيه، طبخها زاكي ولذيذ. مرت ابنك ملحيس هذيك كل ما بيقولها جوزها يا فاطمة اطبخي حاجتنا حواضر، بتقول له مريضة، بيقول له قومي كلي، بتقول له وين معلقتي العريضة. مو لهالدرجة انت الثاني، روح الله لا يعلي حدا بلسانك. مش هذا هو الواقع يا ام فارس؟ يخرب دياره مثل القنفذي، لا بتنعض ولا بتنباس ولا خرج الواحد يحطه على الراس. هل هيك بتحكي عني لما بكون غايبه عمي؟ لا ولا هو، انت ما فيش منك، بس هذيك غشيمه ومعتره ولحد هلاق ما بتعرف البقدونس من الكزبره. الله يعينك يا ابني، ملحص عليها
يعني عديمة الخواص والفايدة. يعني مثل أبو عجلة. أمنت بالله على هالنهار. هلا اقتنية ما رح نخلص من نقك أنت يا فارس اليوم. خير شوفي. ابنك هالمنظوم حاطط كعاره وبكعار ابو عجلي لوين بده يوصل بالنهايه؟ شو بده؟ ما كنتش افهم يا امي. الحق بايدي، ابي كل يوم عم يطعمي ابو عجلي نص كيلو لوز وجوز وبندق وفستو، يعني هالسنه مونه مكسرات ما في. صحيح يا ابو فارس. هلق بس بدي افهم، انتو ليش متضايقين من ابو عجلي؟ ليش؟ ايه بو عجلي بيستاهل وخدوم، بعدين لا تنسوا انه رفيق عمر وصديق درب يعنى، ولولاه ما كان في عنا مواسم يا ام فارس. وشو بيقول لك المثال؟ يلي بيرفعك على ظهره حتى تخطف تين، اول تين بتخطفها طعميها. هيك الاصول بتقول، ولا شو رايك يا ام فارس؟ شو بدك برأيي هلأ تيني؟ لا قولي يا مفارس قولي. شو بدي أقول يعني؟ إذا وافقتك على رأيك رح أصير فهيمة، بس إذا خالفتك بدي أكون بهيمة. بقى شو الفايدة؟ يعني انت كمان يا ام فارس ضد ابو عجلي؟ طيب بسيطه. وانت يا زينب شو رايك ابو عجلي؟ ليش من امتى كنت اخذ رايي؟ مو انت دائما بتقلي انه انا مثل الناموسه يلي هدت على ظهر الجاموسه؟ قالت له صباح الخير يا ستي، قالت له ليش بلا صغره منو انت؟ مو انت هيك دائما بتقلي عمي؟ لا 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 قولي ولي قولي ولا يهمك. بصراحه عمي كلنا بالعيله ضد ابو عجلي. هيك لك مؤامرة جماعية يعني؟ طيب شو السبب؟ بدي أسألك يا زينة، نطحك شيء؟ هذا اللي كان ناقص. رفصك شيء؟ ما أحلى والله. عظك شيء؟ فشرت عينتينه. باسك شيء؟ يولواه الواه تبوسه حي بسبع روس إن شاء الله. لكن شو سبب العداوة لهالمخلوق؟ السبب إنه وقته انتهى، صلاحيته خلصت، شكراً لمساعي. إيه لازم ينحال على التقاعد بقى. ينحال على التقاعد؟ طبعاً، لأنه صار له عمر بيناتنا، إيه حلو يفرقنا بريحة طيبة بقى. إن شاء الله ريحته الطيبة تخنقك خنق، فهمتي ولا ما فهمتي؟ ما بعرف، هذا رأيي. هذا رأيي، وصار إلك رأي كمان؟ أصلاً أنت مثل الناموسة يلي هدت على ظهر الجاموسة، قالت له صباح الخير يا ستي، قالت له بلا صغرة منو انت؟ امرك عمي. يا بي بدك مختصر الكلام؟ هات تشوف. نحن هلا بدنا تراكتور. شو هذا؟ تراكتور، لانه بصراحه راحت ايام الجواميس والتوار، فهمت علينا بقى؟ ها هلا فهمت. بدكم تراكتور لك؟ اي طبعا، لانه الارض ما عادت تنقلب مع ابو عجله، هو اذا بده يقلبها ويفلحها ويعمل جهده بده شهر على القليله، اما تراكتور بلمح البصر، ولك بلمح البصر بيقلب لك عليها واطيها. يا بي الله يخليك، نحن هلا باخر القرن العشرين، يعني فايتين على القرن الواحد والعشرين، وزمن الحيوانات التوار والبغال والحمير والجحاش خلاص راح. ولا صحيح هي خدمتنا كثير وإلى دين برقبتنا، بس خلاص الواحد لازم يلحق مصلحته. بعدين عمي لا تنسى انه فارس بيعرف يسوق على التراكتور، تعلم بالجيش يقبر قلبي. اي مزبوط يا ابي مزبوط. بعدين يعني انت لازم ترتاح، صحيح انا معلم مدرسه قبل الظهر، بس بعد الظهر فاضي، يعني بساعدك شوي بالفلاحه. يعني هلق انتو بدكم تستغنوا عني مثل ما بدكم تستغنوا عن الثور؟ لا يا ابي الله يديمك، مو هذا القصد، بس يعني نحن هلا صرنا بزمن الاله، مو حلوة نضل عم نحرط على التور. لك عمو لملحس، عمو أبو مرته
هاد العم الجاهل اشترى تراكتور عم يفلح فيه ارضه ومواسمه عم تغل ذهب احمر. مو مثلنا يا حصرتي على حالنا، كل مالنا لورا مثل بعر الجمال. طبعا عمي، لانه سكه التراكتور بتدخل بالارض نص متر، اما ابو عجله ما عم يقدر يدخل السكه بالارض نص شبر. بعدين يا ابي اسمع لقلك، 100 فلاح ببوس ايدك وشه وقفل حتى يستاجر التراكتور لما بيكون فاضي. يعني باقل من سنه بتطلع حق التراكتور وازود كمان. هي من جهه، ومن جهه تانية ابو عجله صاير فجعان كتير كتير واكله زايد عن الحد، يعني يا دوب عم نلحق له برسيم وقش وتبن. ايه قسما بالله، قسما بالله عجزنا، عجزنا على المظبوط. وبعدين يا ريت اكله على قد فعاله. اخونا بالله بيقوم بحس له حوصتين بالارض وبيركض ركض لحتى يتفيا تحت التوته. يعني بالمختصر المفيد صاير كتير بطران وكسلان وفجعان. بينما التراكتور فنجانين بنزين بينكتلك الارض نكت، ولا بياكل ولا بيشرب لا لوز ولا جوز، لك ولا بيختير ولا بيهرهر، ولا بيموت ولا بيمرض، ولا بيكل ولا بيمل. طبعا عمي، لانه التراكتور مصنوع من حديد، يعني قد ما شغلته ما بيتعب، مو مثل ابو عجله ريته يضيع وما يلتقى. بعدين يا ابي هذا التراكتور قوته 85 حصان، انت بتعرف شو يعني 85 حصان؟ اكيد بيعرف، يعني بيقلب الجبل وبيطحن الحجار. ابو فارس خليك معي انا، اسمع لقلك تقبرني، هذا التراكتور الارض الجرده جردها بخليها جنة عدن وخضرة اليمن. بق لك روح ابني، روح جيب لي دفتر الموديلات، يلا بسرعة روح. أنا رح جيبه. يلا. وانتو من زمان عم تفكروا بهالموضوع؟ بصراحة من شهر. طيب ابو عجلي ما حد نفكر شو بده يكون مصيره؟ يا بي الله يخليك ويطول بعمرك، خلينا بالمهم هلا. اسمع لك يا بي، نحن في عنا 3 قياسات، في عندك كبير ووسط وصغير، بقى شو قلت؟ استنى استنى، شو صغير انت الثاني؟ بدك تفضحنا بتضيع لك يا فارس؟ والله والله ما بقبل غير تراكتور كبير، هي كسرت الهاقها. ايه قلتك، شو نحن كل يوم نشتري تراكتور؟ طبعا كبير، ما حلوة بحقنا نجيب واحد صغير. امسك يا بي، خذ لك نظرة شوف. طيب، ابو عجلي ما حد فيكن فكر فيه؟ لك ولي على قامتي. من قله تور ما في منه خواص بيقول احلبوا، ولك انسالي انسالي يا ابو عجله، هذا من بالك انسى، خلي ذهنك معي. امراي ذهنك معي؟ معك معك امراي انت. بكره من عند على بكره بتنزل انت وابنك فارس على المدينه، بتنقوا الموديل وبتنهوا الموضوع. طيب ما معيش مصاري، منين بدي اجيب؟ دبر راسك، بيعه لابو عجله بيعه والباقي بيتدبروا. لا تشكيلي وتبكيلي وتقلي معي وما معي، عظمك محشه ذهب جوزي وبعرفك. عظمي محشي ذهب؟ ايه الله يسمع من اثمك. يلا بنتي زينب امشي امشي، نحط له فواكه لعمك ابو فارس. امشي. يا ثور يا اجمل ثور، ارضي لولا جهودك بور، ولما عنك بستغني مو بكيفي الشغل بالزور. يا ثوري يا اقوى ثور، يلي عزمك ما بيخور، عمرك ما زرت الحكيم ولا مرة فحصك دكتور. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور يا عم. بصراحة نحن جايين نتفرج على تراك ثورات، إذا ما عندك شي مانع. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. إيه شو مثل مين؟ لا خلاص أنا برا عليك، خلاص لعيونك. ليك يا أبي ليك ليك ليك، شوف لي هالوقت شوف ما حلو؟ إيه حلو كثير، بس يا ترى هذا أكبر قياس عنده؟ والله ما بعرف، هلا بنسأل البياع يا معلم. طيب طيب بعدين بحكي معك. الله معك، مع السلامة. يا اهلا وسهلا، مر يا عم. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. دخلك هذا التراكتور قديش مقاسه؟ يا سيدي عندنا 3 مقاسات، وسط وصغير وكبير. انتوا قديش مساحة ارضكم؟ مش كبيرة. يا عندك طول شي 40 بنو. يا سيدي هذا زينة العال، بكفي بوفي، خلصت المسألة. طيب دخلك هذا الشغل وين يعني؟ هذا صناعة محلية، يعني شي تجميع وشي تصنيع. ايوه. طيب تعطينا فكرة عن الأسعار؟
يا سيدي القياس الكبير حقه 770,000 والوسط 520 والصغير 460,000. خلاص شابي مرات احنا بناخذ الكبير. شو بناخذ الكبير؟ يعني شو مفكر انت ابوك مريولا ناير؟ يعني 770,000 كثير، يعني لو بعتني واشتريتني ما بجيبش هالمبلغ انا. اديني على كل، انت لا تاكل هم، خلاص بتدبر. ايه معلم عمور، امتى الاستلام؟ بعد الدفع فورا. طيب ماشي، كان احنا يعني يوم يومين ثلاثه بالكثير بنجي لعندك ونتفق. يا اهلا وسهلا، تكرم عينكم. بس احجز لنا اياها. على عيني وراسي. طيب السلام عليكم. الله معكم. السلام عليكم. الله معكم. وشلون بقدر بقى ها؟ فهميني، كل يلي معي يا ذو بيطلعوا 300,000 ليره، منين بدي اجيب لك مالي؟ يا بسمعنا لك، المصرف الزراعي عم يدين الفلاحين مبالغ كبيره، خاصة يعني إذا كانت هالمصاري هي مشان خدمة الأرض. بقى شو رأيك تاخد قرض من المصرف الزراعي؟ مزبوط عمي، أكترية الفلاحين عم ياخدوا قروض وسلف. يا حبايبي عليك شو فهم؟ بدك إياني سلم رقبتي للدولة حتى تقصل لي إياها بليلي ما فيهاش ضوء قمر؟ وليش لحتى تقصل لك إياها بعيد الشر؟ معلوم يا عمي، لأنه الدولة رح تاخذ مني فوايد، يعني ما رح تسلفني هالمبلغ على سواد عيوني. صحيح، بس فوايدها كتير بسيطة. قال يا ناس اسمعوا ويا خلق اقشع، شلون بسيطة ها؟ طيب يا سيدي، وفلنفرض انها بسيطة، يعني بدك اياني عيش عمري كله واني عم وفي ديوني للدولة؟ لا يا بي لا، مو طول عمرك، يعني بدك تقول شي 15 سنة. وك يخرب ديرك انتو افكارك بجاه الحبيب لمبيرك. ليش يا بي ليش؟ ليش اني فكرك يعني راح اعيش 15 سنه لخرقي؟ لا 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 لا، ولا فال عليك يا ابو فارس، الله يديمك فوق راسنا يا حق. ايه يا بي بقى شو قلت؟ ليش عاد الي قول اني؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، انتو اللي عم تفصلوا وتقيسوا وتلبسوا واني قاعد بيناتكن مثل الطرطور. لا سلامتك ابو فارس، بتضل انت الاصل. قومي زينب، قومي ساوي لنا برات شاي. عجلي وليه؟ تعذر مرتع تقبرني، تعال. تفضل يا بي، تفضل لهم. ما شاء الله كان عليك، خاصة انت مهذب قال يعني وموجب. لك يا خي الوراق كاملة بما فيها ملكية الأرض وشهادة بأني غير مستفيد من قرض آخر وشهادة تعريف من المختار. طيب طيب بسيطة، بس صفي عليك شغلة واحدة فقط. وشو هي دام فضلك؟ بدك توقع لنا على سند رهن أرضك للدولة. يعني بدي أرهن أرضي للدولة؟ طبعا، وما بحق عليها لا بيع ولا شراء ولا تأجير إلا لبعد 15 سنة. يعني بالمختصر المفيد، ما بنرفع إشارة الحجز عن الأرض إلا لبعد ما تسدد القرض. يعني بدي أرهن الأرض مشان القرض؟ تمام. بعدين أنت ليش خايف؟ مش خايف، بس يا عمي الدولة يعني والمعاملة مع الدولة يعني دولة، يخرب بيتك دولة هي مش مسخرة. بعرف عمي بعرف، ولا يهمك، كله مضمون. تفضل وقع لهم. أبعرفش وقيع، بعمره ما وقعتش على ورقة. إيه بسيطة ولا يهمك، أعطيني بهمك. بهمك؟ بصم بصم. ها؟ أيوة. إيه؟ عن نسختين. ها؟ والثانية؟ بعد الثانية؟ نعم. هاي الثانية؟ يسلموا ذياتك. الله يسلميك. تفضل، هاي نسخة لك ونسخة لنا. إمتين القبض؟ هلأ فوراً، اتفضل على الشباك الثاني. يا سيد محمود، عد له 350,000 ليرة. شكرا خيي. الله معك. مرحبا محمود. يا اهلين عمو، اهلين. تفضل عمي، هدول 290,000، وقف مع جنب وعدهم منيح. شلون 290,000؟ ها؟ اطرش اطرش النت، اطرش اطرش، ما بتسمعش يعني؟ ليش الكلام الكبير عند الصبح؟ احترم حالك. الزلمة قال لك قبضني 350,000، شو ما سمعته انت بالظاهر؟ سمعته، بس نحن حسمنا الفوائد قبل بسلف، بعدين بحب ذكرك، لا تنسى كل شهر تيجي لهون مشان ندفع 2000 ليرة. 2000 ليرة؟ لكن القسط الشهري ولمدة 15 سنة. طولوا يا مرت عمي، طولوا كثير. ما بقى إلا يجوا. يا لطيف يا مرت عمي، قديش مشتاقة أشوف التراكتور. لك وأنا كمان. الله يرجعهم بالسلامة. بركي هيك بتتغير حياتنا شوي. سامعة صوت؟
شوفي شوفي يا ام فارس، شوفي هالشوفي ما احلاها. يا الله ما احلى، يا الله ما احلى. لك حلو كتير كتير حلو، بجنن منصوحين فيه. لك ابو فارس شايفه لونه ما احلى مرت عمي؟ إيه لك ما يبلى، ان شاء الله ما يبلى لك فارس. فارس شلون سواقته؟ مثل الحلاوه. بعدين وينك زينة؟ أنا بعجبك بسواقة، الله وكيلك، فتلك بطرش المعزة تبع أبو داغر، برقت فيه بالنص، ما طرقت ولا بمعزاية، مع إنه معزاياته كتير غلاز وعفارين. حلال عليك، هلا بدك تاخذني مشوار ها؟ رح فوت غير ثيابي وألبس أواعي جديدة. شو يا سعيد مطولين لسا؟ لا خلصنا معلم. مديتوا شراشف نظيفه على الطاولات؟ طبعا معلم، كله مغسول ومكوي. لكان الله يرضى عليك، حط لي شقفة زريعة كبيرة جنب هالطاولة هذيك اللي هنيك. ليش اللجنة جاية اليوم معلم؟ اي نعم. لك يا اخي ما بعرف شو محببها بهالطاوله، شويه ثانيه رح يطوبوها باسم هون. ليش اللجنه اللي جايه اليوم مو نفس لجنه امبارح؟ امبلا نفس لجنه امبارح، شعبه التراخيص والمنشآت. عفوا معلم، لا تفكرني حشره وعم بتدخل بشغلات ما بتعنيني، بس انا لحد هلا ما عرفت شو شغله هاللجنه. شو شغلتها يعني؟ خربان بيوت وبس، هدول بجره قلم بيسكروا لنا المحل وبيقولوا لنا الله معكم، روحوا اقعدوا ببيوتكم. شو هالحكي معلم؟ لهالدرجه؟ لهالدرجه واكثر كمان. باختصار شعبه التراخيص مسؤوله عن كل تراخيص المحل، ومسؤوله كمان عن مراقبته، يعني مين فات، مين طلع، مين عمل مشكله، مين زلق لسانه بشي كلمه. بقى الله يرضى عليك يا سعيد، ما بدك توصاي ها؟ بدنا ندللهم تمام، بدنا نحطهم فوق راسنا. ولا يهمك معلم، رح ندللهم مثل ما بدك واكثر. بس معلم معلش اسال سؤال ثاني. رح اطوجني باسئلتك انت سعيد ها؟ ومع ذلك اسال، خلصني شو بدك؟ على شو جاي تكشف اللجنه اليوم؟ اها سؤالك صعب، ومو بس صعب كمان لعين كثير. ليش معلم؟ لانه هن نفسهم ما بيعرفوا على شو جايين يكشفوا. وامتى بيتذكروا يا حزرك؟ بيتذكروا بعد ما يتغدوا ويعبوا بطنهم ويشربوا اراجيل. ذكرنا القط اجى ينوط. يا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا مرحبا. اهلين ابو حمد. يا اهلين وسهلين مرحبا. يا اهلا وسهلا مرحبا. اهلين وسهلين. شرفوا سيدي شرفوا. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين ومرحبتين. اتفضلوا، هي طاولتكم المفضله. محجوزه دائما، يعني ما بيسترجي الطير الطاير يقعد عليها. يا الله. شو؟ شايف الشغل قليل؟ اي والله قليل. سيدي ما حمل موسم لسه. بعدين يبدو انه الناس ما عاد معها مصاري كثير لتفوت على المطاعم. ومن ناحيه ثانيه المطعم لساته جديد، يعني الناس لسه ما تعودت عليه. إيه هيك ها؟ هلا رقعتها، هيك الناس بتحكي. شو قصتك انت؟ لهلا ما اخذت شعار؟ انو شعار؟ شعارنا، شعار شعبه التراخيص والمنشآت. ليش انتو كمان لكم شعار؟ ليش شو ناقصين لحنا؟ لحنا مو دائرة حكومية مثلنا مثل باقي الخلق؟ مبلا ولو، البركة فيكم. بس يعني سؤالي انه ضروري يكون لكل دائرة رسمية او حكومية شعار؟ شبنا ابو حمدي كتراني اسئلتك اليوم، ناولوا الشعار، ناولوا خلصني. ايه والله يسلموا الايدين. شعار متقن فعلا، متقن. ويا ترى هذا ببلاش؟ شو قصتك اليوم ابو حمدي؟ شايفك عم تشتغل فينا. اعوذ بالله، شو اشتغل فيكم؟ بس يعني لك يا ابو حمدي، هذا الشعار اذا بدك تقدره بمصاري ما بيتقدر بثمن. مو هيك يا سيدي؟ وانا هيك عم اقول، لانه قيمته معنويه هاد. هلا بلشت تفهم، لحنا ما حطينا له سعر، بقى شو بيطلع من خاطرك؟ اعطينا. بكفي 2000 ليرة؟ اعملهم ثلاثة. على عيني وراسي، تكرم. عطيفي ينوصل. سيدي ما بدأ وصل. شو تتغدوا؟ لا بلا ابو حمدي، لساتنا مكركبين من غدا مبارح. ايه نحن اولاد اليوم، دخيلك، شو بدنا بمبارح؟ يا سعيد. امور معلم. ركز لنا طاولة على كيفك الله يرضى عليك. شو رأيكم تذوقوا الكرباب الأرمنازي؟ أرمنازي. فرشة بصل تحت منه بقى سيدي. ليش لا؟ مندوق ما فيها خسارة. عظيم، خذ يا سعيد الشعار الله يرضى عليك، حطه مع جنب. حاضر معلم. ولك احمله منيح، العمى ضربك بالايدتين لك ابني. حاضر. وينك ابو حمدي؟ نعم. هذا الشعار لازم تنطفوه كل يوم، تمسحوا عنه الغبرة، وكل اسبوع تعملوا له ليفة، سمعت مني يا ولد؟ حاضر سيدي حاضر. لك اوعى يوقع من ايدك لك ابني، ضمه على صدرك منيح، ايوه هيك منيح. يلا انصرف اشوف. ابو
ايه سيدي طمنوني ان شاء الله عجبكم الكباب الارمنازي. ممتاز كثير، بس بدي اقول لك معك رخصه فيه. ليش بده رخصه؟ ليكو الثاني ليكو. ولك حبيبي كل شيء بهالمطعم بده رخصه. نحن ليش واعدين لكان فاتحين شعبه طويله عريضه فيها 40 موظف و20 عنصر وسبع سيارات وشعار؟ معلش بجوز ما بيعرف. شوف اخي ابو حمدي، انت هلا بدك تقدم لنا بيان بالكلفه مع عينه، يعني بتشوف قديش بكلف السيخ ونحن بنسعر لك اياه. ايوه بسيطه مو مشكله، بس صدقني ما كنت عارفان انه ترخيص الكباب من عندكم. تراخيصك كلها من عنا، نحن مسؤولين عن كل شيء بهالمنشا حتى الامن. انو امن؟ يلي قصده الزميل انه امن هالمحل هاد من صلب اختصاصنا. شوف حبيبي، يعني اي مشكله بتتعرض لها بهالمنشاه هي ما عليك الا انه ترفع السماعه وتطلبنا، وقبل ما تسكر السماعه منكون عندك. سيدنا بتحبوا تشربوا اراجيل بعد الاكل؟ صحيح ذكرتني، على ذكر الاراجيل انتوا جبتوا موافقه شيء؟ لا والله عم بشتغل فيها مالي نسيانها. انتبه، ها موافقه المعسل لحال والتمباك لحال. شو الحكي؟ انا فكري كل هالشغلات رخصه واحده. لا عمي لا، كل شيء لحال. يرضى عليك، قلي لك ابني وين حطيت الشعار؟ على مكتب معلمي ابو حمدي. ولك يا ابني هذا اسمه استهتار، شعار شعبتنا ما بنحط هون ابدا. لك ليش هيك يا سعيد؟ ليش هيك؟ انه حدا بيعمل عملتك انت الثاني. سيدي انتوا ما قلتوا لي وين لازم حطوه. شو ابو حمدي؟ كل شيء الا الشغله يرضى عليك. الكباب الارمنازي بيناتنا لحال والشعار لحال، احترامه من احترامنا وهيبته من هيبتنا. فهمت شو عم بقول لك ولا لا؟ خلص خلص على عيني ولا يهمك. روح سعيد علق الشعار بصدر المحل وجيب اراجيل للشباب. حاضر معلم. نحن عم نحكي الحكي مشانك يا ابو حمدي، نحن بدنا مصلحتك. قل له ليش سلخنا مطعم الجسر ببط من كعب الدست وكنا رح نختم له اياه بالشمل الاحمر. قل له ليش يا ترى؟ لقطنا لحش الشعار تحت الطاوله وكل فكره ما رح نشوفه. لا 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 لا، حدا بيعمل عملته الله يصلحه ويهديه، انه حدا بيعمل هالعمله تحت الطاوله؟ لك العمى على هالقصه، ما صار لي فاتح المحل شهرين وبهالشهرين صاروا مشرفيني 5 مرات. شو بيجوا بيعملوا؟ قال شو جايين يفتشوا. على شو؟ على الرخص. ولك مو 50 رخصة وموافقة أخذت لحتى فتحت المطعم أنا؟ ما في خواص، لازم يجوا كل يوم ليسألوا عن رخصة شكل. إيه وما يسألوا عن الرخص كلها فرد مرة؟ ما بتوفي معهم حبيبتي، لأنه عاملين حسابهم لكل سؤال غدا. يوم بيسألوا عن الرخصة السياحية، يوم عن الرخصة الإدارية، يوم عن موافقة الأراجيل، يوم عن الموافقة الأمنية، يوم عن موافقة البرنامج الغنائي، ويوم بيعملوا تفتيش على الجراسين كلهم وبياخذوا هوياتهم وبيملوهم استمارات وحالة. ولي على هالعلقة؟ لا ودبقوا المحل فرد دبقة. على بكرة بتصبح بخلقتهم، المسا بتمسى بخلقتهم. ولو في شغل مثل العالم والناس والله ما بزعل، بس ما في شغل. وين الشغل؟ ما في غير القلة والنياحة. انت الحق عليك، يعني ليش بتنبهر فيهم وقت بتشوفهم؟ اصلا الوش البشوش هو يلي بجيب الضيف الثقيل، يعني لو تكش بوشهم شوي. لك شلون بدي كش بوشهم؟ ليكو التاني ليكو، شلون بدي كش بوشهم ورقبتنا كلياتها بايدهم؟ ما بقدر يا روحي ما بقدر. بدي استقبلون واضحك لون ووجبون ودللون ومسح لون جوخ ورجلي فوق رقبتي. ولك شعبة التراخيص والمنشآت هدول مو شعبة صف ابتدائي. لك وين رايحة؟ بدي حط لك عشاء. ما بدي عشاء، أزت نفسي شوفتهم، أززت لي نفسي خاصة منظره لهذا رئيس اللجنة. Lilia
وابعث لي جواب وطمني أغلى وإنه عتاب 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 ما تحرمني ابعث لي جواب 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 وطمني أغلى وإنه عتاب 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 ما تحرمني ابعث لي يا اهلين وسهلين ومرحبتين، شرفتونا يا ميت مرحبا. شو يا ابو حمدي؟ شايف طاولتنا مو محجوزة؟ انتوا الحق عليكم، يعني لو خبرتوني قبل بسلاف كنت حجزت لكم الطاولة من عيوني، بس على كل حال ما صار شيء، وين بتحبوا تعدوا انا بالخدمة، المحل محلكم. شو استفدنا إذا المحل محلنا وما في ولا طاولة على البيست؟ يعني معقولة نقعد بعيدين عن البيست؟ لا شو بعيدين عن البيست؟ قال بعيدين عن البيست، قال شرفوا 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 يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا ميت مرحبتين، أهلا وسهلا ومرحبا، شرفوا. يا فضيحتنا قدام فرع ثلاث أربعات، إذا إجوا وشافنا قاعدين هون، شو بدول عنا؟ قول يا شماتة الدورية الثلاث سبعات، إذا خطر على بالهم يمروا بآخر الليل وشوف وشوفه. الله يستر، شو هالحكي هاد؟ موقفنا بيكون بايخ تمام. الحقيقة يا جماعة أنا خجلان منكم كتير، بس يعني لو خبرتونا كنا شبنا. أبو حمدين شو نعلمكم شغلكم كمان؟ لك لازم تكون قايم طاولات احتياط لهيك زنقة. لك قولوا إحنا أوادم ما بنحكي، بس غيرنا ما بيسكت. المفروض تكون قايم طاولات احتياط هيك العادة. لك بالمطاعم بالسينمات بالبولمانات السياحية بيقيموا طاولات احتياط، طاولات كراسي احتياط. شبنا أبو حمدي؟ إيه المعلم، كمان بعلب التليفونات بالطريق ما في علبة تليفون إلا وفيها خطين أو ثلاثة شاغرين. لك لك هيك الشغل المزبوط يا أبو حمدي؟ خلاص يا جماعة اسرعوا بداني هالمرة. قلي لي شوف أبو حمدي، صار له زمان البرنامج بديان؟ من ساعة تقريبا. أخذت في موافقة؟ ايه طبعا طبعا. والاخ اللي عم بيغني هنيك معه رخصه؟ رخصه شو؟ اذن رسمي من العمل بالمرابع السياحيه من نقابه الفنانين معه. الحقيقه هي اول يوم له بالمطعم. معلش ابو حمدي بدك تعذرنا، كل شيء لحال، بدنا نضطر ناخده موجودا. شلون تاخذوه موجودا يعني؟ شو شلون؟ بدنا نعتقل المطرب لأنه عم بيغني بلا إذن عمل. شو الشغلة فوضى؟ شو كل واحد يجي على باله يغني؟ بده يغني؟ أنت يا أخي إذا سمحت وقفل هنا إذا سمحت. أنتوا يا موسيقيين حافظوا الموسيقى. يا عم أحد عم يقول يا أخونا وقفلي وقفلي الصوت أشوف. أيوة مرحبا. يا ميت أهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله. شرف معي إذا تريد. لو بدي شرفك. لوين يعني؟ عشيرتهم؟ لعنا على الشعبي. حط لي الكلب شبيده أحسن ما يهرب. لوين بدي يهرب؟ بعدين مين حضرتك؟ وأنا شو عامل؟ هلا بتعرف مين حضرتي. شرف. إن شاء الله دخيلكم. طولوا بالكم شوي. لا تفضحونا مشان سمعة المحل. الله يخلينا ياك. لو كنت حريص على سمعة محلك كنت ما تحركت خطوة واحدة بدون ما تغطي حالك بتراخيص نظامية. شو فكرك الشغلة فلتانة؟ خلاص أبو شباب الله يخلي لي ياك، دخيلك ولا فضايح، منصلح الوضع، من بكرة بقدم له طلب، قسما بالله بقدم له إذن عمل، بس اتركه يكمل وصلته هلا، معلش ليك ارتعب المسكين. شحطوه على السيارة، فات الأوان يا أبو حمدي. طولوا بالكم يا جماعة، يا أخ يا حباب إذا بتريد، لك يا أخونا لحظة بس لنتفاهم، الله يخليك في كلمتين. طيب يا اخي هالجماعه هالناس هي اللي قاعده مشان تسمع المطرب، شو ذنبها؟ الله يخلي لي اياك. والله نحن ما لنا علاقه، دبر راسك يا ابو حمدي. شلون بدي دبر راسي؟ شلون بدي دبر راسي؟ ربطوني ايدي. الله يخلي لي اياك. اسمع ابو حمدي. نعم. انت ما بتهون علي، قد ما كان في بيناتنا خبز وكباب ارمنازي. مو هيك ارمنازي؟ في معنى واحد من الشباب صوته جبلي وقوي، بيقدح مواويله عتابه وصوته من احف راسه، شو رايك؟ أنا واحد منهم. هلا هذا بده يغني؟
إيه ليش لا؟ يلي عم بيغنوا أحسن منه؟ لا ما قلنا شيء، كل الناس خير وبركة، بس هذا وشه مو سياحي أبداً، مو سياحي يا جماعة، شو الحكي؟ هذا وش وش وائل كفوري وش؟ إيه نحن حبينا نخدمك، تصطفل. خسرتني. الله وكيلك، الناس السهرانة ارتعبت وتكهرب الجو كله. لا وشو فكروا؟ فكروا انه المطرب عمل له شي شغلة لحتى نزلوه موجودا عن المسرح، وما صدقوا انه الشغلة كلياتها مشان شقفة رخصات. فعلا ورطة. وشو عملت بعدين؟ يعني كيف كفيتوا السهرة بلا مطرب؟ الله سبحانه وتعالى ما بده يضرني، بعت لي مطرب من غامض علمه. كيف بقى؟ واحد من الجراسين اللي عندي خلصت ورديته وركب تاكسي وبدي اروح على بيته. من سيرة لسيرة قال له الشوفير انا بغني وصوتي حلو كتير. خبرني الجرسون بالتليفون من الطريق. قلت له ايدي بزنارك تعوا بسرعة، الناس ما عم تنبلع مع اللقمة بدون طرب، ما عم تنبلع. وفعلا ما كذب خبرها الشوفير، صف التاكسي وطلع بوشه على المسرح. ايه كمش هالميكروفون وضل يغني ويقدح مواويل لساعة تنتين هيك لحتى نسيت الناس شو صار بأول السهرة. منيح والله أنقذ الموقف. ويا ترى طلع صوته حلو مثل ما قالوا لك؟ مو حلو حلو، أنت التانية. بس معلومك بآخر الليل ما بيعود حدا بيميز، يعني إذا أنا طلعت غنيت بزقفوا لي ساعة زمان. المهم عندهم الموسيقى شغالة وواحد ماسك ميكروفون. دخيل هيك شو رح نطرز الفن هلا انت التانية؟ بس ان شاء الله ما يكون استحكمك. مين؟ المطرب. بشو؟ بالاجرة، لانه في ناس ما بيصدقوا على الله، انت تصح لهم هيك فرصة لحتى يلهطوا على ابو جنب. لا الزلمة طلع ادمي كتير وما استحكمني منوب، اخذ عداد ونص. شو هاد؟ مو هو بيشتغل شوفير تاكسي؟ ايه قال متعود يشتغل على العداد سواء كان جوات السيارة او براتها، مشان هيك الأخ شغل العداد قبل ما ينزل يغني ورجع شافه بآخر السهرة وعلى هالأساس قبض. طالما على العداد، ليش العداد ونص؟ لك مو دنيا آخر ليه؟ ترتفع التسعيرة. لا زلمة حقاني هيك بيطلع له. طيب والمطرب هداك شو رح تساوي فيه؟ بكرة بدبر له موافقة وبرجعه للمطعم وبركب له عداد. الله يسعد مساكم جميعا، تحية حب لحارة شباب العوامي اللي قاعدين معنا الليلة، وأحلى شباب. ألف تحية لشباب حارة السيباط، أحلى شباب.
من بعد شباب حارة العوامة ما في شباب يا بضاي. هادو لا شباب حارة الصيباط وبس، والباقي خس. خلاص وعد مطرحك ولا؟ أنا من اللي خلاص بدي لعن. تسلم علمي بشعبة التراخيص، مو هن قالوا كل ما بتصير عندكم مشكلة خبرونا. مزبوط معلم مزبوط. ألو، يعطيك العافية، أنا أبو حمدي. أهلين أبو حمدي، خير؟ صايرة عندنا مشكلة بالمطعم، مشكلة. لك روح روح من وشي، روح هديهم هلا. مولكم سيدي مولكم، لا مشكلة كبيرة عندنا هون بالمطعم. مشكلة شو؟ تعوا بسرعة دخيلك، المطعم عم يتكسر. لك اطول بالك لا افهم شو القصة. في شباب عم يتخانقوا مع بعضهم ونازلين تطويش بالكراسي والطاولات. وشو السبب؟ السبب سخيف كتير مشان المطرب. يعني ما في اسباب سياسية؟ لا لا ما في شيء من هذا النوع. ايه طيب، وبعت لنا سيارة لنجي. ليش ما عندكم سيارة؟ عنا تنتين مناوبين، واحدة دولابة منفس والتاني دولابة بنشير. ولك يا حبيبي على مين ما أبعت لكم السيارة وتوصلوا لعندي بيكون راح المطعم اتطبش. شو أعمل لك يعني؟ نجي على رجلينا؟ لا العفو، بسيطة ولا يهمك، راح أبعت لكم سيارة بس بسرعة مشان الله. شو ها؟ كرسي؟ ايه؟ وبعدين شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ شوفت عينك، كسروا كل شيء وهربوا. تأخرتوا شوي انتوا، ما تأخرتوا؟ بالعكس، وين التأخير؟ أول ما زمرتنا السيارة نزلنا، قطعنا عشانها ونزلنا، يعني هذا أسرع وقت ممكن. هلا ساعة كاملة أسرع وقت ممكن؟ لكان أبطأ وقت ممكن قديش؟ إيش بنا أبو حمدي؟ إيش شو صار يعني؟ كل هالخسائر وشو صار؟ حصرت الخسائر شيء؟ ما حصرت شيء. بعدين إذا سجلتوا لي الخسائر بالضبط شو رح أستفيد يعني؟ رح تعوضوني شيء؟ وشو دخلنا نحن نعوضك؟ بكرة إذا كمشنا المجرمين منغرمهم بكل الخسائر، بعدين دخلك شو الخسائر اللي عندك؟ كلها كم كرسي وكم صحن، هاي هي الخسائر، شو صار يعني؟ فكرنا الشغلة أخطر من هيك بكتير. الله يصلحك يا أبو حمدي، جبتنا كرفتي كنا بدنا نتعشى حاطين عشانا، ما صح لنا ناكل منه لقمه، قطعنا عشانا واجينا رقيد. معلش يا جماعه لا تاخذوني، ضيعت لكم وقتكم الثمين. تعا يا سعيد. امر معلم. نزل عشا للشباب، قطعنا لهم عشاهم. اقول للمطرب يطلع يغني لنا كم موال وعتابه كمان حاكم، ما بنقدر نتعشى الا والطرب شغال. شباب ابو حمدي اروق، المهم الشعار ما صار له شيء بنوب. ايه الحمد لله ما صار له شيء، سبحان الله محمي هالشعار، حمايته ربانيه من رب العالمين. شو يا سعيد عم تمسح لي عنه الغبره؟ عم نمسح يا سيدنا، بس اليوم التهينا شوي بالخناقه فما مسحناه. ما بصير يا سعيد، ما بصير، الشعار اهم شيء، كل يوم لازم تنفض عنه الغبره وبدك تليفه كل اسبوع مره على الاقل. شعار هاد مو مسخرة. طبعا اهم شيء الليفة، الله يرضى عليك كل يوم ليفه. شو بتحبوا تتعشوا اليوم سيدنا؟ هات لي الليفة لشوف، قصدي الليستا. اخ يا راسي اخ، الله وكيلك يا ام حمدي، فوق كل الخسارة اللي خسرتها قعدوا ياكلوا ويشربوا ولا على بالهم. لا وما بتنزلت معهم اللقمة بدون طرب، طالعوا المطرب يغني لهم هوارة وميجنة وعتابة لوش الصبح. يعني ما طلع شيء من جيبتهم؟ ما شفت قرشون؟ طول بالك. لك ما شفت شيء مثل العادة. ايه حق عليك، ما اتصلت فيهم. شو بيعرفني انه رح يصير فيه هيك؟ بس 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 حاجة اسمه دياتك، فلعتي لي راسي بفلع. الله يسلمك. بعدين انت مالك عرفانة شو القصة؟ لكن القصة ان اتصلنا مشكلة وان ما اتصلنا مشكلة، وخفت اذا ما اتصلت يقولوا لي تاني يوم ليش ما اتصلت حبيبنا. ولي على هالعلقة؟ يعني موت وخربان بيوت؟ لك اخ يا محمدي اخ، رح ينخرب بيتي يا مخلوقة، ما عم لحق دفع مصاري،
التخريب من جهة واللجنة من جهة والطاولات اللي عم تنفرد ببلاش من جهة. لك شو فاتح أنا سبيل على روح جدودي ولا تكية السلطان عبد الحميد يعني؟ ليش مين كمان عم يأكل عندك ببلاش؟ انبوع وزنبوع، دورية فايتة ودورية طالعة، لجنة طالعة ولجنة فايتة. لك حتى رئيس بلدية عين التعلب ما خلصت منه. يو وشو دخلوا فيك هذا التاني؟ مو مطعمي مبني ضمن الحدود الإقليمية للبلدية؟ لازم يتغدى ويتعشى عندي كل يوم والتاني هو وضيوفه، لازم. طبعاً هذا غير موظفين البلدية والصحة والتموين والمختار وغير بياعين الكتب وتجار الشعارات يلي رايحين جايين كل يوم مثل مكوك الحايك. لك آخ يا محمدي آخ، لو كنت عارفان هيك كنت ما اجيت من الخليج، كنت ضليت هنيك وعين الله حولي. قال شو؟ اجيت لحتى استثمر مصرية بالبلد واعمل مشروع سياحي مهم. ايه مرحبا مرحبا استثمار. معلشي طول بالك تقبرني، سعرك بسعر هالناس اللي فاتحة مطاعم. معك معك بتتعود على هالشي. قلتك بكرة هالخدي بيتعود على اللطم. تاخذ لك حبة تانية؟ لا خديها انتي، مو قفلتيني مخي. بيضاء لك دروية شوب صفاء، الياسمين نقاء وعبيرة، عملوا الخناقة المرة الماضية سهرانين هون. شو هالحكي؟ هدول هن؟ ايه هدول. معلم شو رأيك تتصل باللجنة تخليهم يجيكم شوون؟ المشكلة انه ما بتجي اللجنة بلا سبب، لازم نعلقهم مع بعضهم بالأول. معلم ترك علي. الله يسعد مساكم جميعا، أحلى سلام ورق تحية لشباب حارة العوامي، أحلى شباب. الله محيي شباب الطيبة. عود محلك بلا رفطة. لك لمين هي يا بضاي؟ للصراصير اللي مثلك. ولك أنا بشيق. ألو مرحبا، أنا أبو حمدي. أهلين أبو حمدي، خير؟ دخيلكم الحقوني الحقوني الحقوني، رجعت عليك. بين مين ومين؟ شباب العوامة مع شباب الصباط. ابعت لكم سيارة مشان تجوا. لك قبل ما تبعت لي السيارة، ايه شنو الوضع عندك؟ الطاولات والكراسي عم يتكسروا. هي قديمة غيره. وعليش شوفوا بعضهم بالسحور والكاسات. هدول مراهقين مو خرجون يجرحوا بعض. وكمان كسروا الشعار. أنا الشعار؟ شعارنا؟ اي نعم شعاركم. لا تخلي حدا يتزحزح من محله، دقيقتين بنكون عندكم. يعني ابعت لكم السيارة؟ لك أنا سيارة هاي؟ شو مجنون انت؟ عنا 10 سيارات مستنفرين لهيك شغله.